مساء الخير عليكم ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في كل مكان في الجزائر وخارج الجزائر. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة قول كل شيء، قول كل شيء قناة الحرية، وقول كل شيء قناة الإنسانية. Bienvenue, chers francophones, sur l'émission Goul Koulchi. Goul Koulchi est l'émission de la liberté et Goul Koulchi est l'émission de l'humanité. Bienvenue, tout le monde. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. J'espère tout le monde va bien. J'espère tout le monde est en bonne santé. نتمنى الخير لكاع الناس المستمعين الكرام، سيدات، سادة، أوانس، شباب، وحتى الأطفال اللي راهم يسمعوا فينا. جيسبر نقعدوا محترمين باش الأسرة الجزائرية تقدر تقعد معنا وتبارطاجي معنا اللحظات الجميلة اللي رانا نعيشوها في هذا لي لايف هذوما، جلسات حميمية عائلية أسرية فيها احترام، فيها تبادل الآراء، فيها الجرأة في طرح الأسئلة اللي كانت تجينا صعيبة بكري. واليوم رانا من خلال هذه اللايفات ولا المباشر يعني بدينا نتحسنوا. علاش؟ لخطر ولات عندنا نوع من الشجاعة ونوع من الجرأة باش نطرحوا أسئلة اللي دارت لنا مشاكل في حياتنا وفي حياة والدينا مساكن وفي حياة أولادنا وفي بلادنا بيان سور وفي مستقبل الأجيال القادمة، والأخطاء اللي درناها في الماضي ما لازمش نعاودوها، أخطاء الثمانينات وأخطاء التسعينات والألفينات وما نزيدوش نعاودوها. علاش؟ لما الإنسان يفهم السبب ويكون عنده وعي بالسبب لازمه يغير إلى الأحسن، وهذا التغيير لازم له شجاعة ولازم له ثورة فكرية وليس ثورة انت عنف وانت تكسار وانت نحكمو دزاير نكسروها وندقدقوها ونشعلو فيها النار ونكسروا لي ماغازان ونسرقوا الدوزان ونشعلوا البنوات. هذيك الهمجية هذيك نورمالمون راحت في الماضي، ورانا شفنا 5 اكتوبر في 88 واش صرا لبلادنا، كيفاش حطمناها بيدنا، ورانا شفنا ولادنا كيفاش جاو من بعد ولبسوا اللباس الابيض الملعون اللي يوصل للركبه، وداروا الشعر في وجههم ولاو يشبهوا للغوال، وراحوا طلعوا للجبال وقتلوا ولادنا وقتلوا خاوتنا وقتلوا اصدقائنا وعشنا همجيه نتمنى ما تزيدش تتعاود. وباش ما تزيدش تتعاود لازمنا ننهضوا ونقوموا ونكونوا شجعان، ما لازمناش نخافوا من المقدسات هذه، ولازمنا نحطوها عند حدها هذه المقدسات ونواجهوها بالعقلانية، نواجهوها بالكلام المعقول اللي يفرض نفسه بلا عياط بلا زقا بلا سبان بلا شتائم بلا والو. لأن الإنسان لما يكون عنده ان ارغومون اي نا با بوزوان باش يعيط ولا باش يزقي ولا باش يزعف، ولا كيكون يقول في كلام موزون كاع الناس تسمع له والعقل او راح يفهم. الا ما فهمش في ذيك اللحظة او راح يفهم من بعد كي يراجع نفسه ويقعد مع روحه ويحط راسه في المخدة، او راح عقله هو اللي يجاوبه ويقول له يا ودي راك غلط والسيد اللي كان يهضر عنده الحق وراك غلط. يقولها بينه وبين نفسه هو بيان سور، ما يبينهاش قدامك من باب الضعف ومن باب النرجسية ومن باب العلو ومن باب المدح اللي مدحوه طول حياته، وما يقولوا له انت المسلم انت هو ربها
وانت هو اللي ربي راهو معاك، وانت برك اللي عندك الحق، وهذو كاع كيما راهم هم رايحين للنار، انت هو اللي رايح للجنة، انت اللي عندك الحق. او راح عقله هو اللي يربيه، وعقله هو اللي يحطه في بلاصتو. علاش؟ لان العقل اليوم راهو يسمع وراهو ياناليزي وراهو يسمع يعني كل الآراء المختلفة، وراهو يطلع ويهبط وراهو يوزن، وراهو بدأ يتعلم المواطن الجزائري خاصة والمواطن المسلم عامة، بدأ يتعلم يسمع وبدأ يتعلم ينوض للمقدسات ويحطها عند حدها بالمعقول، ماشي بالسبان، ماشي بالشتائم، ماشي بالكراهية. أنا واش راني نشوف يعني بعد التأمل، بعد ما تسمع الناس كيفاش كانوا يهضروا عندها 5 سنين، واليوم كيفاش ولاو يهضروا في لي لايف، كي تسمع 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 تبدأ تناليزي في الحالة النفسية نتاع الجزائري المسلم أو نتاع المسلم العربي بصفة عامة، راهو بدا يحط في رجليه، وراهو بدا يتأدب، وراهو بدا يشعر باللي راهو على خطأ، ولا بد من عملية التفكير، ولا بد عليه من عملية البحث والتأكد. أغلبية المسلمين اللي راهم يدخلوا لي لايف يدخلوا ينقزوا مع الأول، يعيطوا يسبوا، ومن بعد كي يزيروهم هذا الناس اللي يقولوا عليهم كفار وملحدين وكاع، كي يزيروهم بليزارغيمون بالمبررات وبالأدلة وكاع، تسمعهم يبداو يجبدوا في رواحهم ويبداو يقولوا باللي احنا رانا ما نعرفوش، وانا ما رانيش اخصائي، والله ما راني اخصائي في الحقيقة، انا في الحقيقة ما نعرفش، الا نستعرف بك روح ناظر عالم من العلماء. يضرك انت كي ما تعرفش، علاش صدقت وانت ما تعرفش؟ دونك لازم لك مراجعة، لازمك تروح تضرب طلة، لازمك تروح تفيريفي. راك تقول بفمك باللي انت ما تعرفش، بعد ما واجهوك الناس وناقشوك وطرحوا لك بعض الأسئلة وناقشوك في الموضوع تاعك اللي انت مأمن به، انت يا ما تعرفه، ما قريت عليه، ما تأكدت منه، ما راح شفت المصادر، ما تأكدت من والو، انت مؤمن، انت أمنت، وش حكاوا لك؟ النهار اللي يضغطوا عليك بالأسئلة ويضغطوا عليك بالأجوبة ويضغطوا عليك بالأحاديث وبالكلام الفاسد تاع رجال الدين وتاع الكتب الدينية وحتى بالآيات، النهار اللي يضغطوا عليك وش تدير؟ أوب، تتراجع وتبدأ تقول أنا ما نعرفش وما رانيش متخصص وأنا خاطيني، أنا يا نأمن، أنا مؤمن برك، هذا ما كان. يا أخي العزيز، ما دامك مؤمن فقط لازمك تراجع دروسك. تنالي طرحنا لك السؤال وقلنا لك هل تؤمن بمخلوقات فضائية؟ قلت لنا لا لا. كي قلنا لك علاش؟ قلت لنا ما كاش أدلة. من حقك وصح، عندك الحق، ما كاش دليل على المخلوقات الفضائية لي زيكسترا تيرستر. نفس الشيء بالنسبة للشيطان، أنا ما عنديش دليل على الشيطان، من حقي ما نأمنش به. ما عنديش دليل على الملائكة، من حقي ما نأمنش بها، من حقي، من حقي. وحتى لو كاين حساب مع الله هذايا، غدوة لو كان يطرح لي سؤال نقول له ما عنديش دليل، ما أنت عندي البرهان، عندي باش نجاوب، مانيش رايح غير هكاك برك يعني بلاش، عندي الأجوبة. حتى الاله نجاوبه، باسكو قالوا لنا المسلمين باللي الاله يطرح لك السؤال ويعطيك الوقت تجاوب ويسمع لك، ومع التالي يقول لك عبدي هل ظلمتك، هل تشعر انني ظلمتك؟ انت تولي تقول له لا لا يا ربي، والله غير الحق اعطيتني يعني كل الحريه التعبير. هكا يقولوا المسلمين، معناتها الاله غدوه الا كاين حساب او راح كي يحاسبك يعطيك الوقت باش تعبر، ماشي كيما المسلمين اللي راهم عايشين معانا ما يعطيلكش الفرصة باش تعبر على الأفكار تاعك، ولا على الأدلة تاعك، ولا على التحاليل تاعك، ولا على المنطق تاعك، ولا على النظرة تاعك، ما يعطيكش الوقت، يلعنك ويسبك، يتمنى لك المرض ويتمنى لك الموت، ولو كان يتلاقى بك يجيفك ويطير لك راسك.
حتى ولاو يتعداو على الناس وتفرعنوا المسلمين هذوما، ولازم حنا اللي نوضوا ليهم. الا راكم تسناو في لي زاميريكان، والا راكم تسناو في لي فرونسي، والا راكم تسناو في لي بريطانيك، هذوك الناس تساعدهم كي يقعد الدين في هذه البلدان الغنية اللي عندها ثروات طبيعية. ماذا بهم الناس هذو ما يقعدوا في الأديان؟ علاش؟ لخاطرهم جربوا الأديان ويعرفوا الأديان، ويعرفوا الأديان كيفاش تربط الشعب وتخليه عايش في الفقر وما يريكلاميش. يعرفوا هذا الشيء، عندهم خبرة قبلنا. وهما لما تفطنوا للأديان باش صنعوا الحضارة، وكان ما تفطنوش للأديان ما يصنعوش حضارة. إذن عرفوا، وحتى بعد ما استعمروا هذه البلدان المتدينة اللي عندها الثروات الطبيعية، ما مسولهمش في الدين تاعهم، مسولهم في كل شيء. سرقوا لهم الذهب تاعهم، وسرقوا لهم البترول تاعهم، وسرقوا لهم الغاز، وسرقوا لهم الترار، وسرقوا لهم كل شيء إلا الدين. بنوا لهم المساجد، خلوهم يبنيوا المساجد، وزادوا علموا لهم القبور وعبادة القبور، وداروا لهم سيدي يحيى وسيدي عبد القادر وسيدي فلان وسيدي فلان، وخلوهم في الأديان تاعهم، وسموهم المسلمون، يعيطوا لهم لي ميزلمون. علاش؟ اقعد في الدين تاعك حنوني، وارقد على خريطك، ورد بالك، رد بالك، تخلي دينك. علاه؟ باسكو انا بالدين تاعك نقدر نستعمرك. وسرقوا الثروات، وبنوا باريس، وبنوا ليون، وبنوا مارسي، وبنوا كاع المدن الكبرى في فرنسا مبنيه بالايادي نتاع الافارقه، الجهد الافريقي، وبالثروات الطبيعيه الافريقيه، وبالحديد الافريقي، وبالزنك، وبكل الثروات. وحتى الخضر والفواكه كانت تطلع على اوروبا من افريقيا، من الجزائر، واستغلونا يعني احسن استغلال. ونهار اللي خرجوا المستعمرين هذوما، هما اللي داروا لنا الارهاب في 5 اكتوبر. الجزائريين نهار اللي ناضوا حبوا يديروا ديمقراطيه، فرنسا، انا نتهم فرنسا، المستعمر ما لازموش المستعمرات تاعو تفطن، ما لازمهاش تفطن، لازم يخليها راقده باش يبقى يديرها في الثروات تاعها. انا الذرك نتهم في فرنسا، باسكو هي اللي راهي تسير في الجزائر لحد اليوم، وجابت الارهاب طلقاتو، وخربت لنا البلاد، وما حبتناش نديروا دوله كيما كاع الدول، وما حبتناش نقريو ولادنا ونعلموا ولادنا ونعلموا الفنون لاولادنا ونرقاو ونترقاو، ما حبتهاش. واحتضنوا الارهاب، احتضناته فرنسا وبريطانيا، احتضنوه وبنوا لهم المساجد ثم، وكاع الارهابيين الكبار اللي كانوا في الجزائر كاع هربوا لفرنسا وهربوا لبريطانيا، وصابوا ملجأ ثم، وداروا الخلايا تاعهم ثم. لكن بعد ما فاتت سنوات، المتأسلم السلفي لازم وين يروح؟ لازم يجاهد. كي بداو يجاهدوا فيهم ثم ويقتلوا لهم في ولادهم، باش بداو يفيقوا، بدات تفيق فرنسا بلي يا ودي الغول اللي رعاته ورباته راهو بدا يدور عليها. بريطانيا نفس الشيء، امريكا نفس الشيء. دركا واش صرا؟ دركا في اوروبا واش راهو كاين؟ دوك اليمين المتطرف طلع. علاه طلع؟ هي لخاطر الشعب الاوروبي بدا يتوجع من هذا المغترب الغريب، هذا المهاجر الغريب الاطوار، هذا اللي جبتوه هنا. لي فرونسي ما حملوش، الشعب ما حملوش. بون لو غوفرنمون بيان سور ينتلا فيه وكذا، يا باسكو هو اللي صنعوه، هو اللي خدموه باش يخدم به المستعمرات القديمه تاعو. بدا الشعوب ثم يتنوض، وما حملتش هذا الوحش اللي راهو عايش عندها، ما حملتوش في التصرفات تاعو الغريبه، وفي قاعد يحطم لهم في الثقافه نتاعهم، يحوس ينشر ثقافته الاسلاميه في قلب اوروبا. دركا الشعوب الاوروبيه بدلت الفيستا، ها دركا الشر الحق لهم،
درك اليمين المتطرف خلاص راهو طلع، دركا مارين لو بان ولات مليحة، باسكو هي اللي تدافع لهم على بلادهم وعلى الثقافة نتاعهم وعلى حقوقهم وعلى دراهمهم وعلى صوالحهم. احنا الجزائريين ثاني لازمنا نوضوا لهذا الخراب، هذا الدمار، هذا الوحوش اللي دمروا لنا بلادنا، لازم احنا نوضوا لهم. واش واقع لك تستنى في فرنسا تجي دير لك الحل؟ فرنسا ما تديرلكش حل، فرنسا ماذا بها تبقى غارق مع هذا التطرف الديني هذا، يا باش تقعد غير تعبد وتصلي وتروح للجامع وما تبنيش الوطن نتاعك، ما تعلمش ولادك، ما تبنيش المستشفيات نتاعك. اسمه المصنع نتاع سيدي بلعباس نتاع الالكترونيات اللي اعطته امريكا هدية للجزائر بعد أزمة اختطاف الطائرة في 81 ولا في 80 في وقت محمد الصديق بن يحيى، لافير هذيك كي الجزائر دخلت ونيغوسيات مع لي تيروريست وكذا ورجعوا الطيارة، أمريكا مدت كادو للجزائر، دارت لها مصنع في سيدي بلعباس نتاع الرقائق الإلكترونيك، كانوا يخدموا مام لي تيليفزيون، حنا كنا نشريو لي تيليفزيون أوني سيدي بلعباس. في وقت الإرهاب يحرقوا المصنع، شكون اللي حرق المصنع؟ شكون اللي حرق مصنع كيما هذاك؟ العدو تاعك، المستعمر تاعك هو اللي حرقه لك. علاش؟ باش تبقى تشري عليه لا بياس، باش تبقى تشري عليه لي فواتور، تبقى تشري عليه كل شيء، ما لازمكش دير اوزين كيما هذيك في الجزائر. دونك الجزائري اللي حوس يسقم بلاده لازم يسقمها هو، ما يبقاش يستنى غير ما كان له. لازمك انت تنوض للظلم، وانت اللي تنوض لهذه المقدسات تاع ميكي هذوما اللي راهم يدعوا بهم، تنوض تحطهم عند حدهم. قال محمد داك حاب تقدس ربك روح لداركم، ما تخرجش للفضاء العام تدير لي انا المعتقد تاعك، وتطلع لي انا للبرلمان تدير لي المعتقد تاعك، وتروح للاعلام اللي دايرينو احنا ونخلصوا عليه بدراهمنا باش تجيب لي الاحاديث الدينيه تاعك، ومازالك تحكي لي على القرن السابع تاعك، وتدخل لي للمدرسه وتعلم لي ولادي انا الدين تاعك تاع القرن السابع تاعك، وتزيد تدخل لي للسياسه وتدخل لي للبرلمانات وتدخل بارتو وين ندورو نصيبوك، ما في الجيش الوطني الشعبي اليوم تصيبو كولونيل يقشقش في صباطو ورايح يتوضا باش يروح يصلي، وكي تقصر معاه يعطيك نصائح يقول لك الصلاة ثم الصلاة ثم الصلاة، كولونيل في الجيش يهدر على الصلاة ويهدر على الصيام تاع عاشورة. هاوليك اليوم كاع عم صايمين، اليوم الشعب كاع راهو صايم، وشنو هي الفايدة من هذا الصيام هذا؟ يا مانيش عارف. بو صوم على روحك، انا مانيش ضدك باش تصوم، بصح ما تعممش خويا، ما تغلقليش البلاد باسكو راك صايم وراك عيان، نجيك للإدارة نصيبك دايخ، على راك دايخ باسكو راني صايم من اليوم عاشوراء، انا صايمين راك تشوف والله غير بنادم وعيان، خلي غدوه ولا غير غدوه وفقد وضرب طله اضرب داره، تحبس لينا اقتصاد البلاد وتحبس لي عجله الاقتصاد وتحبس لي انايا البلاد على جال باسكو انت راك صايم، انت يا باسكو انت راك مبرونشي مع ربك، انا يا ما يهمنيش ربك، ما يهمنيش كاع، وما نقدسو ما نعبدو ما نصليلو، ما يهمني ما والو، انا يهمني ولادي ويهمني الوطن تاعي، يهمني الاقتصاد تاع بلادي، انا ذا وش يهمني؟ علاش؟ باسكو انا بلادي هي اللي ترزقني، ماشي ربي اللي يرزقني هنايا، انا بلادي هي اللي ترزقني، وبلادي هي اللي تحميني، ماشي ربي اللي يحميني، ما كاش منها، جربتها ما كاش منها، انا تحميني بلادي، الجيش الوطني تاعي هو اللي يحميني. انا اللي يرزقني ترزقني الدولة تاعي، كي نخدم عندها نعطي لها 8 سوايع في النهار، في اخر الشهر تبعث لي شهرية، انا بلادي هي اللي ترزقني، لازمني نحتفظ ببلادي ما نحتفظش بربي. الرب هذا يا معوق مريض، وش يخص الرب هذا باش نعطيه وقتي ونعطيه جهدي ونعطيه دراهمي؟ هذا الرب هذا واش به؟ هو مريض، بلادي هي اللي راهي مريضة، كيف مخليين بلادكم وتجريو مور ربكم؟ ما تحشموش، تعاونوا في الرب وما تعاونوش في بلادكم.
تعاون في الإله وما تعاونش في بلادك، ما تحشمش على روحك، عقلك قاع مغيب. اسكو الإله محتاجك انت باش تعاونه وتبني له مسجد، تبني للرب بالملاير، تبني للرب، ما تحشمش، عقلك قاع مخدر مغيب. ها ومن بعد تجي تقول لي ربي اعطانا عقل، وين راه عقلك؟ اعطاك عقل باش تخدم على وليدك، باش تبني لوليدك، هذا هو العقل اللي اعطاه لك نورمالمون. انت مخلي وليدك ولا تي بربك وتشري له في كبش ب 12 مليون، تنحي من فم وليدك باش تمد كبش لربك، هذا مش ماكش مهبول يعني؟ يعني ما نوش نضحك عليك بارازار، تنحي 15 مليون لوليدك وللمشاريع تاعك والكريديات اللي سالوهم لك الناس وللامور والكريدي تاع الكروسه اللي جايبها من البنكة، وتروح تسلف باش تذبح كبش ربك. هاي انت بنادم درك نتايا، انت مواطن صالح نتايا، ترمي في دراهمك ربك، مازالكم لاتيين تعتنيوا بالاله، تذبح له تسيل له الدم، يسمى الاله تاعك فامبير، يسمى لازمك تسيل له، لازم يشوف الدم. ها تذبح له، تذبح له، تجيبوه الخروف، تجيبوه للدار 4 أيام ولا 5 أيام، تحطوه في الدار، يبداو ذراري صغار مساكنين يلعبوا معاه، يديروا له في الحنة وفرحانين به، هو يبعبع وما يجريو به، وكل طفل يخرج الكبش تاعو برا يربطو ويخرجو يدورو، ومن بعد تولي كاينة علاقة ما بين الكبش هذا وما بين هذا الطفل الصغير، والطفل الصغير بالخف يوالف وعنده حساسية وعنده يعني بالخف يتعلق بحيوان بريء. بعد 5 أيام يجي الأب والأم وكل أفراد العائلة يحكموا ذاك الكبش، يربطوه قدام ذاك الطفل ويذبحوه قدامه، تصنعوا في الوحوش، ومن بعد نهار ولادكم يحكموا ستاد كومبلي كسروه يدقدقوه، تولي وتقولوا وش بهم ولادنا؟ انتوما اللي صنعتوا هذا لي زومبي، هذوما صنعتوهم بهذا الدين المجنون. تحكم طفل صغير نهار اللي والف بالكبش تاعو، تحكموا تذبحوا قدامه، هو يبكي وانت تذبح فيه قدامه، وتصنعوا في 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 امراض عقلانيين، تصنعوا في عنف. بعد كي يكبروا ولادكم فيهم عنف، تبداو تتسائلوا وش بيه الطفل هذا، يا هذا الطفل علاه، وش بيه هذا الطفل، وش بيه هذا الطفل، ياك ربيته ووكلته وشربته ولبسته، علاه خرج مجنون هكايا؟ بارسكو ديروا قدامهم امور مريضه، تحكموه تضربوه مولا 10 سنين باش يعبد لكم ربكم، تذبحوا قدامه الكبش، تضرب له يماه قدامه، تحكموا تربطوا وتضربوا، تصنعوا في وحوش. الدين تاعكم يعطيكم في اوامر غريبه الاطوار، وانتم تتبعوا وتقدسوا في هذا الدين المجنون. خرجوا ولادكم قاع مهابل، اسكت يعني، طرحتوا السؤال على نفوسكم في يوم من الايام وش بهم ولادكم؟ عندهم عنف وان، وعندهم اضطراب نفسي، تصيبوا طبيب ولا طبيبة حاط السمارت فون تاعو وحاط ستيتوسكوب تاعو زعما بلي طبيب، ويوصي في الناس على الدين. صنع هذا الطبيب هذايا، صنعوه الوالدين ملي كان صغير، ملي كان صغير وما يصنعوا فيه، وعلمتوا ولادكم العنف، عنف لفظي، عنف جسدي. الحكام لوريا من المفروض نحيو لهم لي بورتابل، خلاص صاي، هذه الحراسة في البكالوريا، يحكموا يكوبي في كل ربوع الوطن. علاش؟ علاش العنف هذايا؟ هذا عنف،
راك قاعد تنزع في الثقه من ولادنا، راك تقول لولادنا بلي انا ما نثقش فيكم، لا بروف راني نكوبي انترنت في كاع لو تيريتوار ناسيونال باسكو نتوما غشاشين، نتوما خداعين، ولادنا نتوما خداعين، دونك واش نديرو نكوبيو لكم انترنت في كاع لو تيريتوار ناسيونال. هذا الجانب هذا، اسكو لي بسيكولوج اللي يخدموا عند الحكم تاعنا السلطه تاعنا، اسكو لي بسيكولوج قالوا لهم نو الفو با فير سا، نو نو لازم نشوفوها بنظره واحد اخرى. هنايا راك تنزع في الثقه من ولادنا، راك تقول لولادنا بلي نتوما كبابل، بلي نتوما فروخه، وحنا كاع ما نثقوش فيكم، وشوفوا شوفوا كيفاش نكوبيو في انترنت في كاع لو تيريتوار ناسيونال، نعطلوا الاقتصاد الجزائري 5 ايام على جال باش نتوما ما تنقلوش، باسكو نتوما تنقلوا، نتوما خداعين، نتوما غشاشين، نتوما تنقلوا. هذا لو ميساج هذايا راهو دخل لانكونسيون تاع ولادنا او دخلهم في ريسانهم. وهذه المعامله هذه عمليه المراقبه والملاحقه والتجسس على المواطنين وقطع انترنت، انا نشوفها سيت اون اكزيبيسيون، مناوره باش الحكام نتاعنا يبينوا للشعب باللي رانا نقدروا نكوبيو عليكم انترنت. اتونسيون شوفونا ريغاردي كومبيان نو سوم كابابل. عباك سيت ان تيست، هو في الحقيقه سيت ان تيست ناسيونال يديروه. علاش؟ باسكو الحكام تاعنا عندهم حس بوليسي، عندهم حس ديكتاتوري، عندهم حس يحبوا يرعبوا الشعب، يحبوا يرهبوه، يحبوا يبينوا له، يحبوا يعاقبوه من باب الانتقام، يحبوا ينتقموا منه، يبينوا له بلي احنا نكرهوك، بلي احنا يا شوف واش نقدروا نسيطروا عليك، شوف حنا شحال نقدروا يعني نكوبيو لك انترنت في لو تيريتوار ناسيونال. ما كان حتى دولة عظمى ولا من العالم الثالث قدرت تديرها، بصح حنا الجزائر 1 2 3 فيفا لالجيري، حنا نقدروا نديروا حاجات تعجز عليها الدول العظمى. واش رايك؟ تستعرف ولا لا؟ ها تستعرف من جبالنا، ها واعرين حنايا، ها وليدي بالك تحسب بلي حنا ما نقدروش، بالك تحل فمك بزاف في تيك توك ولا في انترنت، حنا نقدروا نكوبيو لك انترنت في التيريتوار ناسيونال بوندون 5 جور. اح حميده الا تحسب روحك راك ليبر في انترنت ولا ما كاش لا ليبرتي، نقدروا نطفيو لك انترنت، استعراض للقوه اكزاكتومون. هذا سيت ان تيست ويدخلوا فيه في لا كونسيونس او بيان في لانكونسيون تاع لو سيتويان بلي شوف مدى قدرتنا على كل شيء قدير، نحن على كل شيء نقدر. وهذا النوع من المعاملة منين جا؟ جا من الأسرة، الحكام تاعنا ثاني ترباو عند نفس الأسرة وذبحوا قدامهم الكباش وضربوهم باش كي ما صلاوش وضرب له يماه وهو يتفرج، يعني قعفتوا على نفس النمط التربوي، حب التسلط، الأبوية المتسلطة. اوكي بركات ما كثرش عليكم، نرحبوا بالناس اللي راهم معانا. سيل فو بلي فويي بارطاجي لو لايف، وكبسوا كما يقول لك كبسوا باش تشجعوا القناه هذيا، باش ما كوبيوها الناس بالسينيال، باسكو كاين جهاد السينيال، كاين ناس قاعدين سبيسيال مول هذا الشيء. كليكي على ليكرون هكايا يطلعوا واحد القلوبه هكايا يقول لك كبس، هذيا كبس باش بور اليمونتي لو لايف، باش يقعد وباش الناس يجوا، باش فوالا ميرسي بور تو الموند. اوكي شكون معانا؟ معانا ارزقي علي
مزري اهلا وسهلا وعليك السلام. وشان اهلا وسهلا خويا الزلف لك، مرحبا بك. سعاد عرباوي مرحبا بك اختي، بيانفوني. وان الزلف لك خويا اهلا وسهلا. بوهات ستيف بوهات الزلف لك بيانفوني. بنت الجنة تحية عطيرة، الخطرة اللي فاتت لوبيتك ما شفتش باسكو دي فوا نشوف منو من لوبي. تحية عطيرة اختي مرحبا بك. بنت الجنة عتل بعد ذلك زنيم، اهلا وسهلا ومرحبا بك بيانفوني. كريم قول اهلا وسهلا الزلف لك مرحبا بك. موحي كاش اهلا وسهلا ومرحبا. لو اهلا وسهلا. تطيح لا لا، معنا عائلات ماذا بنا نحترمهم ونقعدوا قعده جزائريه محترمه مليحه. التطياح هذا ماشي مليح، ماشي مليح. نو نو. كا كا اهلا وسهلا. ابو 2022 مرحبا اهلا وسهلا. سهيله اهلا وسهلا مرحبا بك اختي. هشام تكساس بيانفوني مرحبا بك. حسين بوسماحه اهلا وسهلا ومرحبا. أسماء أسماء أهلا وسهلا ومرحبا. سامي لين أهلا وسهلا ومرحبا. ديشار أهلا وسهلا ديشار، كيف حالك يا ديشار بيانفوني. نور بريكسي أهلا وسهلا ومرحبا. شيريل سيها أهلا وسهلا ومرحبا بيانفوني. مروان تحية عطيرة أهلا وسهلا. أنيسة حجي حجفي أهلا وسهلا ومرحبا. حورس أهلا وسهلا ومرحبا. جوكر بيانفوني أهلا وسهلا ومرحبا. كابيل كابيل أهلا الزول فلاك بيانفوني ومرحبا. نينو ليون أهلا وسهلا ومرحبا بك. سليم سعدة اهلا وسهلا ومرحبا. رضا سويبس اهلا وسهلا ومرحبا. ثانينا 717 بيانفوني اهلا وسهلا. اسي اسي كاتبها فيك دي لاتخ مانيش فاهم. اسي اهلا وسهلا ومرحبا. باسم أو باسم أهلا وسهلا ومرحبا. أترنال أترنال إترنال أهلا وسهلا ومرحبا. صفيان أيوب دو ترون تروا أهلا وسهلا ومرحبا. ساتورنيا أهلا وسهلا. ساتورنيا نجاة أهلا وسهلا ومرحبا. علي عليلو اهلا وسهلا ومرحبا. ليو ولا إيليو اهلا وسهلا. ربوح بيانفوني اهلا وسهلا ومرحبا. ماكسيم اهلا وسهلا الزلف لك. ايمن اهلا وسهلا. بدرو كاين حاجه ما فهمتهاش، وشني اللي ما فهمتهاش. سهيل اختي عسلامة مرحبا بك اهلا وسهلا. حكيم الجوز الجوزي الجوزي مساء الخير اهلا وسهلا يا اعز الناس بيانفوني. بلال اهلا وسهلا ومرحبا. بدر الدين شريت كبش بعشر ملايين والله كاسكروت. يا خويا واش نقول لك، الا كاين الخير وباش تدير حفله للذراري ما تذبحوش برك قدام الذراري، ودير الباربيكيو على روحك بصحتك. واش نقول لك. الان دولوا بونجور الان دولوا، واش راك خويا هذه غيبه. تحية عطيرة ليك. إيفا أهلا وسهلا ومرحبا. شكون هنا الزراف إلى تعرف ماش عارف. كاديم كارلوس أهلا وعليك السلام أهلا وسهلا. أسماء أهلا وسهلا. إيفا تهضر سير يوتيوب؟ نو، هذا يا راهو مسجل ونحطه سير يوتيوب. يوتيوب ما رانيش ندير فيه في لي لايف، راني ندير غير في التيك توك برك. وكي نكمل راني نسجل سو لايف اي انريجستري، يلسخا ديفيزي سور ما شين يوتيوب. من بعد ابري 10 سوايع ولا 24 تصيبوه في يوتيوب في لاشين تاعي، ولادريس تاع لاشين تاعي راهو مكتوب هنا في تيك توك. تا
تقدروا تروحوا تصيبوا لي لايف هذو ما مسجلين ومحطوطين ثمايا. ايفا اهلا وسهلا، قلنا ايفا، سهيلة، ابو هشام، فوست اهلا وسهلا خويا، مرحبا بك، بيانفوني. ايتاشي وعليك السلام. هاك بيكا اهلا وسهلا ومرحبا. دونا سالو اختي، مرحبا. جانجو من كندا اهلا يا جانجو، تحياتي المراد، تحياتي. رشيدة، لابتيت، لا مامو، العائلة قاع سلم عليهم. وشكون ثاني؟ بلال، كابيل، وسهيلة. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا. اللي حب يشارك يتفضل، الحصة مفتوحة. هيا وش بيه، اشعل، ما احبش. اوه Donc, tous les moyens sont bons. Et donc, si la société algérienne a été islamisée, c'est qu'il y a eu une volonté de l'islamiser. Je me souviens bien, Sebaïnat, Tmaninat plutôt, Tmaninat Ma'a Chadli, où il y a un Mouhtamar al-Fikr islami, Inder, chaque année, où il y a les hommes de religion, les islamistes de tous bords, qui ont eu كان واحد سوداني يا ربي نسيت اسمه، il était interdit d'entrer en Soudan, en Égypte, il était interdit partout dans le monde arabe. جال عندنا ودارنا دروس، وراني شافي في ابن الارقم في المسجد هذاك تاع لاكوت تاع بلوتو تاع شيفالي، دار درس alors qu'il était recherché ou là il était enfin il était pas il était Il était en déphasage avec toutes les autorités de l'époque. Donc on était la Mecque, on n'était pas la Mecque des révolutionnaires, on était la Mecque des islamistes. Exactement. Mohamed voilà. Al-Ghazali, Donc c'est une politique. C'est une politique. C'est une politique. Le défaché a appliqué. Et il savait qu'est-ce qu'il faisait. Donc, il voulait un État qui est presque islamiste à l'image de l'Iran. Et il n'a pas réussi complètement, mais ils ont réussi. Donc, la société, elle est islamisée. Madda 222 تاع الكود de la famille. يقول لك باللي كل يعني كل حاجه يعني خارجه عن ما يصيبش قوانين في هذا القانون، ما تصيبش مادات تفسرها، تولي للشريعه الاسلاميه. وي سي اكزاكت وي سي كلير تولي. دونك لو بونوم كي ايتي افون كي ديزي كو وي ريبوبليك الجيريان ديموكراتيك بوبولار باك L'islam religieux, c'est vrai que c'est une contradiction. C'est une contradiction. La République n'a jamais été islamique. C'est le fils Galha Inani démocratique à Kofr. Oui. Mais la mixité elle est entretenue pour faire plaisir à certains. Je pense que On n'est pas tombé dans l'État islamique parce que je pense que c'est dû aux équilibres internationaux. Sinon, on était au Kandina Binatna, d'où l'islamia. Il y a la meilleure recette pour gérer le peuple. Il n'y a pas mieux. Il y a pas mieux. Alors, je vous fais un exemple. Quand tu es un chef d'entreprise ou la tonkos la paye l'un des khdamin ou وينقص ما باليش انايا تحب تحقر خداميك تدي لهم دراهم ولا كذا ما كاش يا با ميو كونفورميل كو لا غالب وي لا غالب هي لا غالب وزيد دير زيد دير لهم مصلى زيد دير مصلى وكذا ولا تفرق كاع وخلات يعني تخلطت كاع دير اللحيه نتايا
دير الحياة ميم سلكها لي بانك ميم لي صباح. بانك ميم لي بانك في الاسلام ياكل لك حقك نورمال، ما يعطيكش لانتيري باسكو لانتيري تاعك حرام. يخدم صلاة النبي، بدراهمك، ايه صلاة النبي. يخدم بدراهمك، وهذاك لانتيري تاعك تقدر تخليه للبنكة ما تديهش. تي فوا مثلا الاسلام، هذا قوانين الشريعة الاسلامية ياكل لك حقوقك وانت تتفرج وانت راضي وفرحان تقول الحمد لله ويكثر خير ربي والحمد لله. اوكي، موالين كانوا يقولوها صلاة النبي، بصلاة النبي يحشيها لك بصلاة صلاة النبي النبي، وي، يقول لك صلي على صلاة النبي النبي وياكل لك حقك، وانت تصلي على النبي وتروح. ويدي لك في حقك. وي، اكزاكت اكزاكت. دونك سي لي زيكيليبر انترناسيونو كي نو بريمونيس جو بونس وي ا سو جور، مي مي لا سوسيتي، لا سوسيتي ني با فريمون. بغيت نقول لك اني با نيسيسار كيل بو كونفير. هذا واش بغيت نقول. ميرسي ميرسي المدني، يعطيك الصحة خويا، ميرسي بوكو. سام راك تسمع فيا؟ سام سام راك داير فوضى بالوسمو تاعك، هم يعيطوا لك ولا راك اوكيبي ولا؟ لا 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 لا، ما شفتش باللي طلعتني، سي بور سا. ايه راك هنايا، عسلامة سام. الله يسلمك بدروج، تو ريميرسي بوكو بدروج، تنكوراج الله يسلمك énormément parce que je t'écoute depuis longtemps et tout, c'est beaucoup d'efforts et je t'encourage, je t'encourage. Je voulais juste c'est-à-dire rebondir sur ce qu'elle a dit, Souheila. C'est une intervention quand même très 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 enrichissante. Elle avait entièrement raison. Marani, je suis d'accord avec qui Blik, voilà, la religion, normalement, elle devrait être quelque chose de personnel, etc. Bedro, ouais. Je sais que tu as vécu la décennie noire en Dzaïr, ou à la belle, ce qui s'est passé et tout. En Dzaïr, quand on dit que la religion, c'est personnel, malheureusement, ça n'existe pas. Ouais. Une femme ou là, un homme ou là, il subit hadik sharia ou la notion islamique, c'est-à-dire que tu le veuilles ou non, même si les gens, la religion normalement devrait être personnelle, etc. Je suis entièrement d'accord, ça devrait être comme ça. Mais malheureusement, d'ailleurs, non. On voit de plus en plus, surtout les 10 dernières années, comment les gens sont islamisé, et malheureusement, donc les mauvaises habitudes et la mauvaise éducation, le maraki Youssef Tariq, elle est lynchée. Même si l'absence le hijab, une femme qui va le bahar, les années 70, il a résumé, c'était magnifique, les années 70, on voyait les gens vivaient normalement, ils vont le bahar, il fait chaud, etc. Tu te baignes, tu le habites, ça ne posait aucun problème. Mais les 15-20 dernières années, c'est devenu une catastrophe l'Algérie. On est à 2 heures de l'Europe. L'Europe, on est à 2 heures, mais Nice, Alger, c'est 45 minutes. Mais il y a deux mondes différents bin l'Algérie. On ne parle pas de la Tunisie ou le Maroc. Hein. Spécialement, les Algériens, on est à part. C'est-à-dire que dans des pays laïcs, ils sont prêts à risquer leur vie pour aller en Europe. يشوفوا الناس تعيش نورمال، تعوم نورمال، تخدم نورمال، لي فامي لبسوا كيفاش حبوا، مي نو في الجزائر نو سا دوفري با لاتر. اي لو بروبليم كونت اون دي لا ريليجيون سي بيرسونيل، مالوروزمون سي با الكا. سي ناسيونال، سي ناسيونال، سي با بيرسونيل. سي بان وي سي 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 بلوس كو ناسيونال، سيتادير هذيك تاع الدرع والدرع هذاك تو فوا هذاك لاغريسيفيتي غراتويت تلبس برميدا بورا نوم باش لغمو. انا نلبس برميده في البلاد كونت في شو ايماجين توا سي دي زامي هكذا بروش اكسيتيرو كو جو كوني ونعرف العقليه اي سون با اكستريميست مي ايلزوز ايلزوز تو فير لا رومارك كيفاش ما حشمتش تلبس برميده. بصح بصح سام سام كاينه حاجه لازمك تعرفها. وي الالجيريان عنده ان سول ديسكور ان سول تيب دو ديسكور اللي يسمع له، ما عندوش لوبوزي نتاع لو ديسكور اللي موالف يسمع له. لو كان يسمع ويتعلم باللي الدين هذا الي بيرسونيل اي ني با ناسيونال او راح يتعلم افيك لو طون. هو مسكين يعلموه ملي يطلع النهار كل جمعه عنده ان سول ديسكور يسمعو توجور لا ميم شوز،
علموه باللي الدين هذا لازم يكون جماعي، لازم يلتزموا الجماعه المجموعه، لازم كي تكون قاعد برا وتشوف كاش واحد ماشي مداير اللحيه لازم تروح تنصحه بلا ما يدوموندي منك كونساي، لازمك تنشر الدعوه وتروح ليه وتقول له روح معايا للجامعه نصلي وكيف كيف باش ربي يولي يحبنا. دونك الجزائري علموه هذه العقليه، بصح لو كان الجزائري يسمع عقليه واحده اخرى اللي راهو يسمعها اليوم في التيك توك ولا في اليوتيوب، او راح يتبدل او راح يتعلم عقليه واحده اخرى. C'est exact. Tu as dit, Bedro, tu as dit quelque chose de très important, Kobil. Dans le même, je t'ai fait un commentaire. Oui. Je me rappelle pas qui c'est exactement. Quand tu le vois là, en ce moment, et Dieu merci d'ailleurs, les réseaux sociaux existent, mais beaucoup plus avec TikTok. Avant, avec les autres réseaux qui m'ont fait beaucoup là, on ne faisait pas grand-chose. C'était impossible. Mais maintenant, avec TikTok ou les lives, ou tu as les habits, ou tu as le sujet, les habits, y compris la religion qui a massacré. Moi, je... Oui, ça. Ça, ma crachta. Ah, non, je suis là, c'était la batterie. Ouais, de mon téléphone. Ouais. Donc, on a vécu, tu imagines, avec la décennie, c'était triste. Et à la belle, que des fois, quand on y pense, 250 000 Algériens, les médecins, les professeurs, les chanteurs et tout, tu sais que le problème, tu sais qu'actuellement, si d'ici demain, le candidat là, un autre parti islamiste, il va faire sa campagne électorale, dis-toi bien, que mazal l'Algérien, mazal lui khaf m'adab al-qabr, mazal lui khaf m'djihannam, etc. On va revivre la même chose et on va revivre avec la même décennie noire et les gens vont le faire, ils vont voter avec l'extrémisme aveugle. C'est le problème de la société. Et des fois, quand tu as dit tout à l'heure, le vendredi, il se met toujours la même chose l'Algérien. Moi, je peux te dire, il n'y a pas que le vendredi. هذوك الخمس صلوات هذوك يديروا في النهار خمس خطبات لو ميم يديروا لهم الدروس وي سي فري يديروا لهم الدروس باسكو افون صلاة غادي يديروا الدروس اكسيتيرا دونك سانك فوا بار جور سي لي ميم زيدي وزيد لها ان فوندردي هذيك سي لا سيريز سور لو غاتو كيفاش انت ما حبيتش ان بوبل هكذا ان جون نايف للدنيا نورمالمون يقرا يخدم يل فا اسبيري يروح ليترونجي يل فا فواياجي يعيش كيما هو كيما الناس هذول بصح سام وي Il faut savoir aussi que l'Algérien, soit kbir ou lesghir, a des questions à l'intérieur de lui. C'est vrai, mais bien sûr, parce qu'il a peur de la société, mais il a des points d'interrogation kbar concernant la religion, il a des points d'interrogation concernant le Dieu, les masmaalouches. À chaque fois, il y a dit, Ya Rabbi, atteigni, Ya Rabbi, rizqni, Ya Rabbi, dirli, Ya Rabbi, dirli. Chaque Algérien ou chaque musulman a une expérience intime à l'intérieur de lui. Parce qu'on a gassert avec beaucoup de gens, qui sont avec eux, on a ouvert le biban, on a gassert avec eux, ils ont commencé à chier, alors qu'ils sont pieux. Mais ça, ils disent, Allah, tu as le droit de faire ça. Ils ont commencé à chier. يعطيني كاع لي كاستيونمون تاعو لي بوان دانتيروغاسيون اللي قعدوا له في راسو بون انايا ما نروحلوش لي سوجي يعني الواعرين هذوك سونسيبل سونسيبل ايه نعطي له غير دي كاستيون تري سامبل ولا غير يبدا يحكي لي في لي بوان دانتيروغاسيون تاعو اللي مخليينو عايشين فيه داخل عقله ما يقدرش يهضرهم بيان سور قدام لا سوسيتي باسكو يخاف يخاف لي يكفروه ولا يشيعوه باللي هو كافر يخاف على روحه بصح شاك سيتوان لازمكم تعرفوا باللي شاك سيتوان عنده هذا لو كاستيونمون ولا هذ لي كاستيون عايشين معاه هذاك لو ديغو نتاع الخطابات الدينيه عنده ان ديغو بروفون عنده نوع من الملل كي يروح للجمعه ويسمع الخطاب ما يتعلم والو باسكو يعاودوا له توجور لو ميم ديسك وراه مضرور à l'intérieur de lui. Donc, le fait d'écouter un live, أو مراحين في اللايف هذاك يكونفيرميو له كاع لي كيستيون اللي راهم في راسو. وراهم رايحين يفتحوا له بيبان ويعطيو له لي ريبونس على لي كيستيون اللي راهم عايشين معاه طول حياته. أنايا جربت هذا الشيء
وراني نشوف فيه نتلاقى افيك ولاد الحومه في القهوه برا في الاماكن العموميه، كي نبدا نناقش معاهم بيان سور ما نكثرش لا دوز باش نحمي نفسي او ميم طون باش ما نكثرش عليهم، ولا غير يحكيوا لي ومام تصيبوا بو لحيه هكاك ويجبد لك اون كيستيون اللي قاعده توجعلو في راسه ملي كان صغير. شاكان دو نو عنده دي بوان دانتيروغاسيون، il suffit باش يسمع ناس واحد اخرين يكونفيرميو له واش كاين في راسو سي تو. والوعي راهو جاي بسرعه، انا راني نشوف فيه راهو جاي بسرعه كبيره. ومام هذو رجال الدين اللي يديروا في الدروس في المساجد كل يوم راهم خايفين على ارواحهم وراهم بداوا يشعروا بالخطر وبدا العرش نتاعهم يتزعزع. Absolument, absolument, absolument. Je peux répondre. Une dernière phrase, et je descends. Une dernière phrase. Voilà, Bdoro, merci pour ton intervention. À la belle, Bdoro, tu sais, les jeunes et tout, parce que c'est des victimes. Personnellement, j'étais victime. Je réfléchissais de la même manière. J'ai vécu plus de 45 ans de ma vie à y croire les idées, avec j'étais traumatisé, avec j'ai vécu une harcèlement, j'étais traumatisé. Nous allons à l'église, du matin au soir, après les détails. Et en ce moment, je leur dis, Blick, Alfred Hitchcock n'a pas un scénario aussi horrible, hein, aussi horrible pour traumatiser des enfants, les du l'église. تقول له الان انفون تموت عذاب القبر وتنوض اكسترا جا عندك عزرائيل وجهنم تو فا اون افيكي دونك هاد لي جون افيكي تو ديسكوت في تيك توك سي فري كيزون دي دوت مي هذيك لا بور وهذيك العاطفه سالي بلوك Ils ne peuvent pas te contredire, même si tu dis, voilà, Rabbi, c'est dans le Coran, ou là, tu dis, tu fais la est-ce que tu as le droit de te marier dans la etc. Ils ne se rendent pas compte de l'horreur et la gravité de la chose que Dieu, que Rabbi, il se met à te dire dans la pour se marier avec elle, nous, quand on applique réellement Sharia. Donc, un jeune en doctrine, il le pousse, il va toujours repousser avec la conviction qu'il doit changer. De côté. Mais comme je l'ai dit, ça va venir. On est sur la bonne voie parce qu'il faut que les gens comprennent que on doit les les autres pays démocratiques ouverts et tout pour que l'Algérie avance. Et merci beaucoup, Bedro. Merci, merci, Khoya Samet, à la participation. Shukran laka jazilan. Souhaïla, Souhaïla, عندك ما تقولي تفضلي Souhaïla, باش نفوتو Nadia. Oui, après je cède ma place. En fait, je voulais juste répondre à Monsieur Sam, c'est que, en fait, sur le fond, on est d'accord. Hein, quand je dis la religion, elle doit être personnelle, c'est-à-dire elle reste. Si elle apaise une personne, elle l'apaise toute seule, elle n'a pas à l'imposer ni à sa femme, ni à son mari, ni à ses enfants. Ouais. Donc c'est ce que je voulais dire. Et deuxième chose, moi je pense que tant qu'il y a des problèmes en Algérie, c'est-à-dire des problèmes de travail, des problèmes de sukna, de logement, je pense que les gens vont s'accrocher à la religion. Parce que c'est une religion de pauvres, on va dire. C'est une religion de... Et le refuge voilà. de tout le monde. Et c'est une religion de feignants. Parce qu'elle te donne toutes les solutions, elle te les donne après la mort. Exactement. Et je termine avec ça. Ou merci beaucoup, je descends. Et shukran Nadia, ma'ana Nadia. Oui, Nadia. Aslama. Ahlan wa sahlan, Nadia. Marhaba bik. C'est la première fois entre la Ndek Badro, je ne te connais pas. Je ne sais pas si tu avais un autre nom avant, mais bon. Là, la Badreddin, toujours. Ça fait 5 ans que je suis à Badreddin. Ah, c'est fou, je viens de te découvrir. Oui, on a fait YouTube, Bakri. Ah, d'accord. Je suis à TikTok. Très bien, voilà, je dorénavant te bac. Là, je voulais intervenir au sujet d'un point que je trouve contradictoire. La société ta'na ou la religion musulmane surtout, c'est par rapport à la place et la responsabilité de la femme dans l'islam. Non, je me choquais, c'est qu'il dit que
النساء ناقصة عقل ودين، دونك المرأة لي مينور، لي با ريسبونسابل، ويقول لك بارفوا كيقولوا لا تكلف السفهاء أموالكم، السفهاء سي لي فام لي زونفون. دان كوتي سور بلون ريسبونسابيليتي و droit, elle est considérée comme la moitié d'une personne, mais le pénal, elle reçoit plein pour les peines de l'islam. Il a comme un homme, donc le pénal, elle est responsable, ou le droit, elle n'est pas responsable. J'ai toujours posé la question, les musulmans, par rapport à ça. Il a naqi cet aql, donc pénalement, elle doit pas subir plein pour les peines que subit l'homme. Il Ouais. a il aura dû il doit recevoir 1000 jildahi, donc elle doit recevoir que 50. Il a Ouais. il lui coupe la tête, Normal. il y a donc non. Normal, Là, ouais. j'ai toujours trouvé ça pas cohérent du tout. Quand un ouahed qui n'est pas responsable, il n'est pas responsable. Le ouahed qui est responsable, il est responsable. Donc, on ne peut pas dire oui là, non là. Voilà. Ouais, C'est le ouais. point que je voulais soulever. Ouais. Oui, هو يعطيكم يقول لك الصحة تفضلوا. هو يقول لك الإسلام كرم المرأة. الإسلام مي كي كرم تقول له كل المرأة. ست موا وين كرمها يبدا يدير لك في الإنشاء. لا لا، كي تقول لك هي في الحقيقة يعني كي تروحي تشوفي في القانون الإسلامي في الشريعة الإسلامية، هناك عدم مساواة ما بين الرجل والمرأة. هناك الكثير من الأحكام في الشريعة الإسلامية. على سبيل المثال، عباكم باللي الراجل في الاسلام، الراجل يجوز له باش يطلق المراه بلا ما يطلب الاذن تاعها، هذه وحده، ويحق له باش يرجعها قولا او فعلا. يعني بامكانه ان يقول لزوجته انت طالق، ثم يجي في الليل يغتصبها جنسيا، والشريعه الاسلاميه تعتبر الاغتصاب هذا ارجاع لهذه المراه، معناتها يرجعها، وهذا يسميوها الإرجاع الفعلي. يسمى لا جو إرجاع كونيسي فعلي في با سا. الشريعة الإسلامية. المرأة في الشريعة الإسلامية لا تستطيع أن تطلق الرجل أبدا. المرأة تستطيع أن تطلب التفريق من القاضي. الخلع يقولوا لك الخلع. تطلب إيه الخلع هذاك؟ أنها تطلب التفريق من القاضي، وقد لا يفرقها القاضي. Et dans ce cas, elle perd tous ses droits, même وقت المهر اللي رون. تخسر كلش، Même المهر اللي رون. ترجع كلش وتخسر كلش. نزيد Oui. لك، للرجل في الميراث، للرجل مثل حظ الأنثيين. الرجل يحق له باش ياخذ ضعف حصة أخته، والراجل يحق له أن يأخذ ضعف حصة زوجته. معناتها الراجل كي تورث مرته يدي معها الربع، بينما المرأة تدي الثمن من حصة الزوج تاعها. المرأة لكي تسافر لا بد أن تأخذ إذن من ولي أمرها، ولي أمر هذا يقدر يكون وليدها. وراه التكريم اللي هنايا نتاع المرأة. سي سا واش قلت لك، يقولوا كرمها كي تقول له قول لي في واش، يقول لك تقعد في الدار. تقعد في الدار. صح، نزيد لك أين هو التكريم؟ عندما تفضل معليش. المرأة لا تستطيع أن تزوج نفسها إلا بإذن ولي، وقد يكون وليدها ولا أخوها هما الأولياء نتاعها. أين هو التكريم عندما تكون شهادة الرجل هي شهادة امرأتين، وبغض النظر عن نوعية هذه المرأة، النوعية لا كاليتي دو لا فام. يعني ممكن تكون هذه المرأة ذات تحصيل علمي عالي جدا، والراجل هذا يقدر يكون أمي، ما يعرف يقرأ ما يعرف يكتب، لكن الشهادة نتاعو بشهادة امرأتين لديهم دكتوراه. وراه المعقول، وراه التكريم اللي يتكلم عليه هذا المسلم. في معليش. حق التكريم قلت لك المسلم يبدا يدير لك انشاء، يبدا يدير لك تعبير. وي، شكون لا جيت يخلص؟ حبيت نكمل لك العرس، شكون تهضر على التكريم المرأة هو كعنوان برك، هي وي كاين في النص القرآني وفي السنة فيه نصوص تقول مثال
إذا دعا الرجل وامرأته إلى فراشه فأبت وهو بات غاضبا تلعنها الملائكة، غضب الله عنها ولعنتها الملائكة ذلك حتى تصبح. عندك حديث واحد آخر يقول لك على سبيل المثال، قيل يا رسول الله من قال الفساق أهل النار، فقيل يا رسول الله ومن الفساق قال النساء ينقرن العشير. بلان 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 دو تكست في القرآن، واضربوهن ولا تأتوا أموالكم السفهاء كما قالت لادام، السفهاء هم الصبيان والنساء، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. النووي يقول لك فيها أربع حيوانات التي تحيض، الأرنب الخفاش والمرأة والضبع. عندك على سبيل المثال الشافعي يقول لك جمهور العلماء على الرجل ماشي معناتها لي با اوبليجي، لي با اوبليجي يصرف على مرته كي تمرض. هذا يعني هذا جمهور العلماء منهم الشافعية يقول لك حتى ولو كان الحجامة، يعني المرأة المسلمة إذا ولا مرضت رجلها إني با اوبليجي، إني با دليل دليل كومو قلت جمهور العلماء الدليل الشافعي. أنا ادخل ما تسلم علينا، ما تسلم دالتك ما بونسواف. لا هو برك قال حاجة جم بيان كي لا شوف كاين إسلام ويب بنادم كي يحكي عفسي وتقف. نعطيك دليل واش من دليل؟ عطيني قول لي كي تقول الجمهور قول لي قال في نعطيك الدليل. ادخل في الصفحة islamweb.net اكتب هل يجب على الرجل دفع يعني ça découle des identités d'abord هذه les identités après le mouatana ça s'appelle une autre identité ça veut dire t'as deux couches d'identité. Le Mouatana, c'est l'identité sociale et politique. Ça veut dire accéder au rang d'avoir les libertés sociales, politiques, économiques. Là, le Mouatana, il faut qu'il ait, une constitution qui lui donne ses libertés sociales et politiques. Ça veut dire une femme n'est pas citoyenne tant que dans la constitution, elle n'est pas l'égale de l'homme. Je ne suis pas citoyen tant que je n'ai pas la liberté d'expression. Mais indige la liberté d'expression. Tant que tu n'as pas la liberté d'expression, la liberté de commerce, la liberté de ça, la liberté de ça, tout ça. C'est ça qui consacre la citoyenneté pour faire de la liberté politique. سامحني لا اون بارلي ديسلام مي سمحوا لي مي الي اون دوكتريني في لي موسكي ما يتبعش قوانين القرن 21 وقوانين الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه، يطبق في قوانين القرن السابع تاع الخلافه الاسلاميه. معليش المواطن هو اللي مايل. معليش نافونسي وسيل فو بلي نعطيو شويه وقت ثاني الرامي راه يستنى. والله جيري با معليش معليش وي مي جو في ريبوندر اسكو تي فيان دو ماركي ماركي في جيري ريبوندر اسكو تي فيان دو دير هاي جي با سي باسي سا صح رابيدمون وي دونك فو ديت كو عندكم ريبوبليك عندكم قوانين، ما عندكش قوانين مونامي مكتوبين مكتوبين بصح ما يطبقوش. جيري ريبوندر اسكو جو بي ريبوندر وي سمعتك انا سمعتك جي اونتوندو با مال دو فوا سا وي بون. L'Algérie, elle a hérité des lois françaises. Ouais. On va consacrer une chose. Donc, les lois, les Kainin, appliquées les années jusqu'aux années 70. Est-ce que tu as dit 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 que par exemple le code civil français. Par exemple, 1970, la femme, elle est d'égal de droit par rapport à l'homme. 1960, 70, jusqu'à 75, 80, qu'est la liberté d'expression. Qu'est-ce que c'est 1984, tu as le droit. Le Jazair, il marche avec le droit arabe.
qui n'a rien à voir avec le droit français de Khalatou. Donc maintenant, le Jazair et l'Algérien, il est codifié par la loi arabe. La loi arabe, elle est moralisatrice. Ça veut dire, mais on a une tabir. L'azm tahdar avec une mentalité musulmane, identité musulmane arabe. Qui tahdar kharij nitaq, ta' l'ouroba ou l'islam. Si tu parles pas autant qu'arabe et musulman, tu te dkhal l'habs. Donc c'est pour ça, daoulkoum l'kawali l'masas bel ma'loum d'din. المساس بوخر الهويه تمسخير كاع المساس بالامن القومي المساس بالوحده الوطنيه 144 بيس تو سا تو سا دونك tu as droit maintenant tu es entouré par des lois باش تعيش مسلم tu n'as pas tout vers le l'avenir ouais tu vas par exemple tu vas divorcer tu vas divorcer ماكش مسلم في بارتي ضمن المعلومة شكرا كريم لحقت المعلومة تاعك شكرا جزيلا على المشاركة نزيدو نمدو الكلمة للناس اللي راهم يستناو رامي تفضل يا رامي اشعل الميكروفون لي فيريتي ديرونج مالوريزمون ميرسي السلام عليكم سي بدرو عسلامة خويا اهلا وسهلا خويا كيف الصحه لاباس سي بدر وخير يسلمك ولا غير طري بيان يسلمك خويا واش راك نتايا دوك ارتحت صافا يا اخي من من لا فيبليس تاع دوك النهارات صافا يا اخي مليح راك راك مليح راه كل ما يفوت نهار كل ما نزيد ننسى بشويه بشويه مي صافا صافا بنادم لازمو يصبر واش راح يدير خويا نتمنوا لك الصحه دائما الله يسلمك ونتمنوا لك بون كونتينياسيون في لي لايف تاعك هذو الله يسلمك ونتمنى لك ان شاء الله راك في الطريق اللي نتاع التنوير تاع عقول الناس هذو عايش. اما هذا حبيت ندخل برك بور دو تروا مو على ليكيب الاولى اللي كانوا يهضروا على المجموعه هذو نتاع اللي راهم في الشريعه الاسلاميه هذو شوف اسي بدرو هذا الخطابات تاعهم وهذا الاقوال تاعهم وهذا الفتاوي نتاعهم كما قلت لي انت قلت لك السيد هذاك اللي قال لك حتى اللي يصيدوا في البحر يديروا عليهم درس على بالك يدخلوا في كل شيء سي بدر وي وعلى بالك هذه منين ولا ما على بالكش وي هذه جايه من الفيد ناس يسون فيد ما عندهم والو في الدماغ ما عندهم والو يحب يسيطر لك على حياتك دوك على بالك انسان اللي ما عنده والو عنده لافي نتاعو اللي راتي ما يقرا ما عنده شغل ما عنده خدمه ما عنده واش يدير قبعه فوق راسو ويدير زوج شعرات في لحيته وي ويلبس لك قميص ويدير لك كلاكات ويقول لك بالعقل انا راني مفتي كبير وي ويروح يحكي يروح يبات يقصص في الكتب هذوك تاع القصص تاع لي كريم هذوك تاع بكري نتاع السلفيين تاع القوم السلف تاعو اللي كيما هو الناس اللي كانوا كيما هما سون فيد ما عندهم والو يقول لك باللي هذيك حرام وهذيك لا يجوز وهذيك حرام وهذيك لا يجوز وهذيك حرام هذا هما هذه خدمتهم حط بالك مليح سي بدرو وي وي رامي فيت 60 سنه ملي خلقنا الو وي وي راك تكوبيت برك عاود وي سي بدرو وي راك تكوبيت برك تحل دوك الانسان راه كبر وعرف عقله مليح وعرف صلاحه مليح ملي خلقنا سي بدرو مع الشريعه هذه وهو واش نسمعوا من عندهم الا التخويف والوداع للدنيا هذه باللي الدنيا هذه ما فيها والو استناو حتى تموتوا وراكم تعيشوا في الاخره حتى ولو نفرضوا اسيدي نفرضوا باللي هذا المعيشه كاينه في الاخره كما راهم يقولوا الاخره هذه اخي لازم تخدم لها في الدنيا باش توجد روحك في الاخره والله وي اخي الانسان اللي يخدم باه يترقى يا اما في الدنيا ويا اما في الاخره دوك باه تدي انت الرقي في الاخره هي لازمك تخدم في الدنيا سينو علاش خلقك ربك في الدنيا ياك خلقك باش تخدمها باش تخدم دنيتك لا يقول لك في الدنيا اسمع لي ليه هو برك الانسان الفاشل هذاك اللي ما قراش هذاك اللي قعد
قعد راطي في 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 حياته اللي 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 ما قدرش يواصل الدراسه نتاعو. هذاك هما هما كل تلقاهم حاكمين المساجد دوكا، ومام حتى اللي قراو منهم كاتبين قدامهم دال دال، يعني با تكون على بالك سي بدرو دكتور يرمزوا لها زعمي دكتور. هو موش دكتور، هو دال يعني دجال، دجال كذاب دراكولا. على بالك شوي داكور جو بو انترفونير. اسمع الدكتوره نتاع الدجل، نتاع الدجل واش كان نعرفوا، احنا نعرفوا دكتور، احنا نعرفوا دكتوره سي بدرو دكتور تلقاه في ماده في ان برونش في ميدان وين يما خخلك في في ان برونش تاع علم مثلا. ما على باليش انا دكتور في الشيمي يخلط لك حوايج ويخرج لك بنتيجه وي ويضرب سبع على باليش انا سنين في الجامعه ويجبد ولا 10 سنين باش يدير الدكتوراه تاعو وي. بارك الله بي. دكتور مثلا في الطب تلقاه يشرح الانسان ويعاود ينحيلوا المرض هذاك ويعاود يخيطوا ويسلكم الموت. وي سي فري يسلكم الموت، ينفع المجتمع وينفع لي فامي وينفع لي زونفون، يرجع لهم باباهم ويرجع لهم جدهم. اها وي. اما الانسان اللي حاط لك دال منهم هما مجمعتهم، انا بالنسبه لي دال هو دجال يعني هراء وكذب داب ولا داب. نجيد لك عليها هذه. وي الالجيريان شكون معنا؟ شكون؟ رزقي. رزقي كنت معنا قبيله. داكور. بكري يقولوا له انت شعب، انت شعب، شعب المعجزات. ولينا نمنو كاع بالمعجزات. ايتمان قلت لا ريزومي الالجيريان اون دو فراز. قال كي تشوف ضيا بوجاد نسيت نسى ندير نترجمها ديريكت. قال كي تغني البوجاد اللي ما تعرفش، ما قريت ما قريت، ما فهمت ما تفهم، وقت لا في ربي نصرك. وي فوالا فوالا تدير تشوف ضيا بوجاد نسيت نسى ندير صوت فهم درس فهم مع ذي ربك يختار. هذاك استنى في ربي نصرك. واحد الشونسون واحد اخرى واش يقول؟ قال لك وين انت غندي الصحه اللي غندى قريب ربي مثل هيك روحت. قال مجمع عليه بل يعني اللي خلاها في صحته مرض ولا مهبول ولا حاجه يولي هو اللي يداوي الناس، يولي قريب عند ربي ويولي هو اللي يداوي الناس. يا سي صح فهمت. ايتمان قلاتي لا تو ريزومي اون دو تروا فراز. وي حنا كون الجيري تيلمون كون با اوني مال فورمي ونا با. حنا على بالك كيفاش جي اسيستي ان كونفيرونس دو بروفيسور خالدي لونسيان مينيستر دو سوبيريور لونسيان مينيستر لونسينيمون سوبيريور ان الجيري. الى دي سوسي الى دي الجيري سي لو سول بي او موند dont le nombre des universitaires dépasse le nombre de techniciens et de CAPistes. Ça veut dire, nous en Algérie, la formation professionnelle n'existe pas. Donc, quand je parle d'un CAP, ça n'existe plus le CAP. Là, c'est pareil, puis il y a le cas. Mais quand je parle d'une formation, j'ai fait une formation, je suis technicien. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de technicien. Aujourd'hui, il y a ingénieur, il y a très bien à cash. Ça veut dire, sinon, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es un mécanicien, tu fais de la mécanique dans un garage, chez un plombier, tu as la plomberie, chez un, il fait des manœuvres, etc. Mais on n'a pas de diplôme de technicien. Ça veut dire qu'il n'existe plus en Algérie. Le Harifia, ma cache en Algérie. Or qu'un pays comme la France, le Harifia représente 60% de la main-d'œuvre française. C'est ce qui fait la force d'un pays. Ouais. هنا ونا باس ونا باس هذوك الناس شغل ما تامنش باللي ينجح بالخدمه. دونك يدير ترافيك يا عنده معرفه والجيري اللي شاد فالور اللي روبرسي توتالو مسيو بار دو لا بورجوازي. ونا با دو بورجوازي ونا الجيري ونا دي فيودو سي فو فولي ونا دي بوسيدون ونا با اي بورجوازي ستابل. وراه حداد اليوم وراه تحكوا اليوم مام لي بورجوا كاع هربوا من البلاد. شوف احنا عندنا احنا عندنا لا سبيشاليتي في الفتاوى احنا نفتيو. Malheureusement, on a les pays les gens les plus riches en Algérie. Que le gars s'habille les frontières, que le Bessin, Guadeloupe, etc. parce qu'il y a le trafic mal des frontières, etc. Que le gars les grandes villes, Alger, Oran, parce que c'est quel le rachid, donc les Andouhanout ou la Hadja et les Trahim. Que le gars la Kabylie, parce que beaucoup d'immigrés, donc l'immigré, il crée, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, à l'époque, il créait un flux. Ça veut dire qu'il vit en France, il construit une maison en Kabylie, donc il fait travailler un maçon, il fait marcher la marchandise, il fait cela, etc. Ou c'est qu'il dit, donc il y a de l'argent qui circule. Sinon, il y a pas, on n'a pas un tissu industriel qui crée de la richesse en Algérie. Ouais. Ok. Nous allons nous entendre. Merci.
Si, merci. Si Badrou, je continue ou bien je termine. معليش كمل rapidement باش نفوتوا لصالح والامري راهو معنا في الزوج. تفضل رامي. المهم المشكل هو نتاعنا دوكا سي تاع الشريعه نتاعنا هذه سي بدرو هو المشكل هو نتاع ندخلوا في كلش ندخلوا حتى في السياده ندخلوا حتى في ركوب السياره ندخلوا حتى في ركوب الطياره ندخلوا حتى في وحنا ما خدمنا والو ما صنعنا والو اما الفتاوي نفتيو باسكو خلينا هذاك البوريكو دو لا كلاس اللي محاوز من القرايه خلينا يخطب علينا ويعلمنا هو اللي يخطب علينا وهو العين وهو العينين نتاعنا هو السيرفو تاعنا خطرك شلاه هو السيرفو تاعنا خطرك شلاه سي جبدرو لانه السلف تاعنا السلف تاعنا انا ما فهمتش كاني حاجه برك حاجه اللي ما فهمتهاش هو الشمال هذا انا جايبني عندي الحال على الشمال هذا الافريقي هذا كيما رانا احنا الشمال الافريقي احنا الاصل تاعنا مزيغ من شعرب وي علاه دكوا في روسنا دوك الاستعمار هذا دكوا في روسنا احنا باللي رانا نسميو في روحنا عرب العرب هي الجزيره العربيه برك هما العرب احنا ماناش عرب ايه انا ما فهمتش كيف رانا هما داروا لنا جابوا لنا شريعه نتاع جمع نتاع بلاصتهم نتاع وين كاين الصحراء وين كاين السخانه وين كاين الاخر البعير تاعهم وين كاين لو شامو تاعهم وين كاين وجابوا طبقوها لنا علينا هنا ونفتخروا بها احنا قاعدين نفتخروا بها الفرطاسات زوخ بشعر جارتها ما فهمنيش احنا اللي رانا نفتخروا بعقيده ولا بكذبه جابوها قوم ودخلوها هنا وراح القوم هذوك هما مولاو داروا على الكذبه نتاعهم كما السعوديه والامارات مولاو رجعوا داروا عليها صلاوها الكذبه نتاعهم هذيك الشريعه نتاعهم داروا عليها جاتهم الاوامر من امريكا لا ما بلا الاوامر ما هما لحقوا الانيفو وين نيفو مترفه بزاف عالي بزاف اللي لازم يتخلوا عليها هما باسكو بناتهم ولاو يهربوا لهم يروحوا خطرك ليه هما دوك استعملونا احنا هذا الشمال الافريقي وسوريا ومصر وهذو الدول اللي استعمروهم هذو داو اموالهم بالحج وبالعمره ابو سمو دوك عادوا ترفهوا دوك هما واش يديروا بالشريعه هذه ما فهمتش انا هما اهلها مواليها طيشوا الشريعه وحنا اللي الشريعه نتاعنا امبورتي هما اللي جابوها لنا قاعدين متمسكين بها اوني فيير بها اوني فيير وندافعوا عليها ونزيدوا المشكل ندافعوا عليها ندافعوا على اللي اغتصبوا لنا امهاتنا واغتصبوا لنا بناتنا نزيدوا ندافعوا عليهم وي هاو المشكل يا سي بدرو المهم سي بدرو بون كونتينياسيون اي برافو ايميل برافو ليك سي بدرو الله يسلمك برافو بون كوراج ربي يعاونك عايش خويا ميرسي برافو ليكم انتم ثاني راكم تجيو تشاركوا وتمدوا لي زيدي تاعكم لي تيمونياج تاعكم مرحبا بالجميع صالح افتح المايك تاعك صالح يا صالح يا زين يا عيني ناطره سلام خويا بدرو وعليك السلام اهلا وسهلا صالح واش راك تفضل لاباس يسلمك عاود شعل الميكروفون تاعك صالح شعل الميكروفون او طافي صالح خلاص نفوتو صالح استنى دالتك نفوتو اللامري تكون انت يا سقمت روحك تفضل اللامري شعل الميكروفون السلام عليكم وعليك السلام ورحمه الله اهلا وسهلا واش راك خويا لاباس الله يسلمك الحمد لله والله بريميرمون خويا انا حبيت برك نصحح السيد اللي كان يحكي هذا وين قبلي وين قال لك اغتصبونا نسانا والله خويا ما اغتصبنا لكش نساك هو نورمالمون كان يحكي علينا احنا العرب
احنا العرب قال لك اغتصبونا خويا ما اغتصبناش احنا نسالك عربي وي راك معك خويا معك خويا العمري بول قرجم ان عرب بيرسون اي بيرسوش خويا لايك ثاني جزائري ولا عربي جزائري بيان سور بيان سور واه اش ما كاين الاخر اش ما كاين واحد من للجزائر اكثر منا احنا العرب كاش ما اكزيستيوش خويا جزائري عربي ولا عربي جزائري كيما تحب لا كيما تحب, تحب انت لا لا, لا. انا طرحت لك سؤال انت جزائري عربي ولا عربي جزائري انا جزائري عربي هذا تساعدك اوكي لا لا تساعدك انت تساعدك انت بيان سور تساعدني انا بيان سور خويا انا جو فيير داتر عرب شبيك داتر عرب ولا داتر جزائر يشهد لينا كيما يقول لك اليابس والاخضر والله ما عارف كيفاه بدا بوش مدينا داتر عرب ولا داتر الجيريان داتر عرب ابري داتر الجيريان خويا اسم الجيريان دوزيام بوزيسيون ماشي دوك انت تحكي دوك صافي با وين تحب زعما في الوطنيه انا جزائري بصح في الاخر في لا كولتور تاعي في لابور انتيليكتويال تاعي انا شو عرب لا لا العربيه كاع نهضروا العربيه انا ثاني نعرف نهضر العربيه معليش بدل الضوء معليش خليه يكمل لا حبيت نسقسيه حاجه نسقسي مسيو لامري حاجه ما نقدرش نسقسيك حاجه لامري سيبوزو مثال مثال السعوديه مثلا بون يا سعوديه اكتيال ما ماهيش دوله اسلاميه هما راهم كيتخلاو على هذا النموذج تاع الدوله الاسلاميه نفترضوا السعوديه هي دولة إسلامية وتطاقي لجيري أيوة أسكو أنت تكون مع يعني الدافع للجزائر ولا الدافع للسعودي بويسك السعودية هي دولة عربية إسلامية ميرسي ولا تقدر تجاوب أنا جزائري خويا باينة بلي نوقف مع الجزائر أنا عربي جزائري ثم نوقف مع الجزائر بصح تواجه العربي المسلم كاين كأسامة كاين دو بارامتر تفتخر بالعروبه وتفتخر بالاسلام كاين دو بارامتر خويا البارامتر الاول انا عربي هو عربي البارامتر الدوزيام انا جزائري هو سعودي دونك انا خلاص لا 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 نقول لك هو كدوله اسلاميه هو جايبنا دوله اسلاميه ولا دوله عربيه انا جزائري الدوزيام بوزيسيون كاين بارامتر بيناتنا صح لو كان تقوم حرب ما بين مكه والجزائر مع من ترفد السلاح انا نرفد مع الجزائر بيان سور وشكون اللي ديفوندي على الجزائر كما نقولوا حنا العرب راك ضد العروبه وضد الاسلام نو نو واش دخل عندكم كل المشكل تاعكم كل احتراماتي لكم خوتي الامازيغ عندكم مشكل في الكوسيون انتيليكتويال انا نقولها لكم انا على بالي بزاف ما يقولوها لكم شوف صح الكوسيون انتيليكتويال تاعكم هابط بزاف انا والله غير نقولها ما عندي حتى علاش هذا وعلاش هذا الهجوم هذا لا لا باسكو هي حاجه سامبل وانتم تعقدوا فيها انا اقعد في الفكره شوف لي اقعد في الفكره وانتقد الفكره والفكره هذا قال لي انت راك ضد الاسلام هذه فكره اعطاكيني صاحبك والله انا جيت ما اعطاكش تايا نو ما اعطاكش تايا سي ما اعطاكي الى اعطاكي ما بيرسون خويا بدر الدين انا باش نفوت هذا السوجي يعني سي ني با امبورطون يعني انتوما راكم تلقاو ديز اكسكيوز لرواحكم قال احنا اوني ميديوكر باسكو احنا الاسلام ودارنا والعرب اغتصبونا راك تهرب من المشكل تاعك شوف باش يكون عندك مشكل في الحياه نعطيكم نورمالمون هذو الحوايج كون جيتو مثلا نتوما عرب وجايين يعني من عائلات زعما مفصلين تاع العرب الاب تاعك يفهمك واحد الحوايج يعطيك دي برانسيب ودي فالور تمشي بهم في الحياه معليش خوتي نتوما ما نحقوكمش هذو لي برانسيب انا نقول لكم خوكم العمري بوكراتم عربي لايك يفهمكم في الحوايج هذو باش تنحي مشكل من عندك لازم تيدونتيفي المشكل تاعك مليح فهمت لازم تيدونتيفي انت تو ميديوكر ماشي باسكو الاسلام والاخر بولحيا نو تو ميديوكر باسكو تو انترانسيكمون ميديوكر يعني لا ميديوكريتي تاعك جايه من عندك تا من الشخصيه تاعك تا فهمت خويا يعني كي تيدونتيفي بلي انت ميديوكر لازم دير واش دير باش تنحي لا ميديوكريتي تاعك تو سامبلومون بعد تبدا تلقى دي سوليسيون باش تنحي
مش افر انا مسلم الاخر قال له انا اختصبوا لي مسيو لامري خليه كاري باسكو يديو لا بارول بزاف وديروا خطه تاع الجمعه انا معليش ما احنا حابين نسمعوا هذو كل اللي يديو عنده بصح معليش اخذوا رد هو لو يقول باللي العرب المسلمين ما اختصبوش يقدر يدخل درك في الانترنت يكتب مثال غزو افريقيا تاع ابن كثير البدايه والنهايه يطلق على التاريخ تجيبوه من عند عربي خويا ما تسمحليش اسمح لي واش ننكر واش اسكو تنكر بلي ابن كثير ابن كثير ابن كثير قريت البدايه ولا افريقيا شمال افريقيا اسمعني بالغزو كيفاش وشني قريت الكتاب ولا ما قريتش استنى نفهمك ما تفهمنيش قلنا ولا قريت الكتاب خاوتنا شوف انا معاك اسمح لي قريت الكتاب البدايه والنهايه لابن كثير ولا ما قريتش خويا كريم لازم تحترم شوف دون سان ديبا خلينا من الاحترام لا خلينا من الخطب هذا خليني نجاوبك برك اعطيني خليني نجاوب شوف العربي تيجا لشمال افريقيا يا ودي قريت الكتاب ولا لا قريته قريته خليني واش يقول ابن كثير واش قال ابن كثير داكور علمنا نورنا واش قال ابن كثير خلي الرجال يهضروا اسمح لي يكون كحل معليش حنا دوك حنا ننسى نديروا الميكروفون نخلوا الرجال يهضروا اكزاكتلي برافو خويا دير الميكروفون اسمح لي خويا معليش هي اسمح لي ولا اسمح لي نعطيك لك وي والله غير حشمت نهضر انا باش كنا قصه عقل كارثه والله تقدر تقول لنا واش قال ابن كثير سيتو بلي واش قال ابن كثير لامري كنت تهضر على الرداء كنت تهضر على ميديوكري والله غير الرداء اخوتي والله غير الرداء ما بينت الرداء تاع الصح تقول بوكروني لا ليبرتي ديكسبرسيون لا ديموكراسي جاكم واحد انسان واحد عنده ان ديسكور ديفيرون ديفوتر هبطوه وما خليتوش والله غير دليل باش نبين لكم باللي نتوما دليل اعطينا دليل باللي المسلمين ماشي العرب ماشي العرب ماشي العرب المسلمين لا اسمح لي ما قنعتنيش كاع لامري اعطينا بادون لا ما يعطيك والو ما يعطيك والو اعطينا الدليل باللي المسلمين ماشي العرب المسلمين باسكو اللي يحتلوا شمال افريقيا سي تي فاطمه زهراء ماوش هنا يا اسمك خلاص سيبو راح ما لا شي راح انا هبطتو باسكو ما قنعنيش يهضر على الرداء انا طلع لي المورال انا قلت كش ما يعلمنا ومن بعد قلع في الرداء تاعو يطاكي في لي بيرسون ويطاكي في مجموعه اللي هما انتوما شكون حنايا حنا جزائريين هنايا وقال لك خلي الرجال يهضروا اسمه والرجال اللي يهضروا وشنو هذا المنطق هذا يا قتشي احنا نهضروا بالدليل هو قال يعني باللي هو شوف هو غلط هو قال لك العرب هو بريميرمون سي با لي زارب اللي لامريتو بلوكي ما تزيدش تجي عندي من فضلك روح عند السلفيين كاش ما يستقبلوك ويسمعوا لك انا يا ما قنعتني ما علمتني والو ماريا ابري شكون ثاني معنا سبينوزا معنا سبينوزا نسمعوه سبينوزا يا سبينوزا اشعل الميكروفون تاعك ما كاش بدر الدين راه واقيلا وي خويا بدر وي لا راه هنا سبينوزا ويا هذا صالح تفضل صالح هذا وين كنت مع واحد الشيخ في اللايف ما نعرف تونسي ما نعرف جزائري المهم سقساني قال لي كيفاه تثبت باللي محمد نبي ومش يعني كاذب قلت له الاخلاق تاعو قال لي اعطيني دليل قلت له هل الرسول امر بغض البصر قال لي ايه قلت له شارك في هذا الحديث اللي هو صحيح مسلم 1403 اذا تعطيني الاقام نفتح نوريكم الحديث اكتشاف المرأة تبتوت بير وتقبل في صورة الشيطان وي صالح الاخرين كوبيو لي مايك تاعكم باش ما يصراش الروتور سيلفو بلي
افتح لي لاكام برك نوري لكم الحديث و لاكام كيف نشعل لك لاكام انا يا درك لا لا معليش نصدقوك نصدقوك فازي فازي معليش معليش نقول لك الحديث وي اقراه لنا برك الحديث يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى منها فقضى حاجته منها ثم خرج الى اصحابه فقال ان المرأة تقبل في صورة شيطان فمن وجد من ذلك شيئا فليأتي اهله ليأتي اهله هو كان قاعد معهم برا متكين على الحيط ويتفرجوا هو فاتت وحدة عجباته نفسه قامت ناض هو راح للدار عند زينب دار معها السكس وعاود رجع لصحابه قال لهم فوالا كي تشوفوا وتقوم نفسكم ولا بردوا الشهوه تاعكم في نساكم معناتها روح للدار نسيت حاجه بدر الدين قلت له نسيت حاجه بدر الدين زينب بغض البصر ورغد البصر ناسي انسى حاجه زينب كانت خشف المعن ايه فبالي بلي هذا اللي ديطاي هذا من بعد واش قال لي هو في هيك واش قال لي قال لي واش دخلك انت في نيه النبي وين على بالك بلي اشتها قلت له الحديث راه قدامك وي ومن بعد ينكروا ينكروا لا لا كاين انكار التقديس يعلمك تنكر ومن تكون مقابلاتك فاس فاس مكتوبه واضحه لازمك تنكر باش تسلك النبي من الموقف المحرج اللي راهو فيه التقديس هو اللي يدير لك هكا من بعد سقسيته قلت له ياك الاسلام كرب المراه كيف تشبهها بالشيطان هنا وراه التكريم وي يعني لا 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 دركا شوف عباك باللي هذه الحوارات واش دارت هذه الحوارات فقعت الحبه وحاشاكم القيح خرج ولي دولار وهذا المتاسلمين هذو ما دركا ولاو يروحوا للشيوخ تاعهم في المساجد يطرحوا لهم نفس الاسئله اللي نطرحوهم لهم حنايا وراهو بدا يخرج اسمه الخس بدا يطلع بدات تطلع الريحه تاعو وبداو يحرجوا في الائمه وبداو يتحرجوا هما في حد ذاتهم علاش باسكو دركا يسون طوبليجي باش يروحوا يطرحوا الاسئله هذه باش يرتاحوا باش يتاكدوا باش يجيو يجاوبوا باش يجيو يشاركوا لا بروشين فوا يكتب الورقه تاعو فيها الاجوبه ويجي يجاوب باسكو حنايا دركا اوني اون طران داكتيفي لانتيليجونس تاعهم بهذه الحوارات الناس هذوما المؤمنين راهم بداو يبحثوا بداو يقراوا هذه حاجه ايجابيه والثمار تاعها ستاتي عن قريب ما بقالهاش بزاف يوليو الناس حنا ما نتمنوش الناس يخرجوا من الدين تاعهم لكن على الاقل يولي المعقول هو اللي يتحكم وليس هذا الايمان الاعمى هذايا اللي ادى الناس في 60 داهيه الشباب تاعنا مسكين راهو يسوفري اوكي نسمعوا نادو نادو الو 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 بونسوار مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا كيف الاحوال مرحبا بك نادو لاباس يعيشك لاباس يسلمك عايشك شوف بتي. شوف قل لي العمري بوكراج مراح ولا مازال لا لا روحناه ركبناه في البيس ركبناه في الكار تاع الستة تاع بليده ايه وبعثناه يروح علي سي بيان جالي دير وي وي خفت ولا غير خفت يبعث لي كاش سقله ولا يقول لك اي مراه كاين منا ما يحمل شويه لي سونسيبل وي باسكو شوف هذه لا ميزوجيني سي انكرويابل انكرويابل زيد سي فري كو دون لي تيك توك يفو با بارلي دي ابسون انا نهضرش عليهم مي هذاك لو ديسكور تاع وحنايا كنا عرب ونساب لي قبل من العرب كان اجداد واحد اخرين لا ميدي لي بيزانطان لي رومان لي غريك وي le ouais. nord de l'Afrique la culture la richesse on a Jeddah limited quand on était petit moi j'ai 60 ans hein, c'est pour poser le cadre ouais, j'ai 60 ans ou qui qu'on a sarar on allait chez ma grand-mère Fitagast Tagast la ville d'où est né Saint Augustin ouais وكانت تقول لنا ايا نروحوا بابانا سانت اوغستان حنا وانتي جامان وريغولي اون ديزي بي واش بيها جدا يبدا تتخرف هذا واش يعني... يسميوها اليوم طاغاست هذه سوغهراس سوغهراس اوكي مداوروش
من جهه مدوروش حنايا عندنا العروق تاعنا من جهه مدوروش الزعروريه وي مادور وي اي فوالا اي انو ديزي او ليو دو نو دير نروحو نحوسو من جهه هذوك لي روين غومان انو ديزي ايا نروحو نشوفو بابانا سانت اوغستان وحنا اونتر بيتيز انفون ضحكو قولوا بون جده بدات مسكينه تخرف على روحها بلاشي وي تخرف اي كونت جي غراندي اون ا ديكوفير دون ليستوار que effectivement Saint Augustin c'est l'enfant de Tagaste ou qui trouve l'Annaba c'est beau la Saint la basilique Saint Augustin ma patrimoine elle a une histoire nous avons été des citoyens romains ana ki kont nhki l mes cousins يقولوا لي astaghfirullah واش راكي تحكي ما كاش منها donc il y a vraiment un aveuglement et moi pour moi c'est une fierté de connaître l'histoire de mon pays et tout ce qu'il a traversé. Oui, madame, l'islam ghayyar. L'islam ghayyar où il est tellement jaloux que ma ykhallik dorb hatta haja wahda okhra, lazem tbqa ghir ma'a houa. Hada Saint Augustin kafir, yrouh lel nar. Wa hna muslimin. دونك خطيك من الماضي تاعك التاريخ تاعك لازمك تحبس في القرن السابع وين جا النبي محمد وطلع من محمد وقبل محمد هذيك كاع جاهليه وهذوك كاع يروحوا للنار الحضاره البابليه الحضاره السومريه الحضاره الاشوريه المصريه الحضاره الفارسيه اليونانيه هذو كاع حاشا كرمي في بدون زبل لازمك تبدا من محمد وطلع هذوك ابو بدر الدين باردون ديجا داير في حديث تاع النبي محمد يقول من تعزى بعزاء الجاهليه فعظ بهن ولا تكنوا ايه. على باليش ولا الناس تعرف هذا الحديث تطيح كبير وي سيس لو بينيس دو تون بير فوالا معناتها يقول النبي يقول لهم يا ودي اذا رايتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهليه معناتها ولا شفتوا واحد يفتخر بالنسب نتاعو النسب نتاعو يعني ما يكونش لي زوريجين تاعو قولوا له شبوه في شبوه واشتموه وقولوا يعض حشاكم الجهاز التناسلي فرونسي باسكو لغه مهذبه ايه جهاز التناسلي بينيس دو تومبير سوس بينيس دو تومبير ولا تكنوا يعني تقولها له ديريكتوم ما تقولها لهش ولا تكنوا معناتها ما تشرلوش اعطيها له ديريكت قول له فا سوس لو بينيس دو تومبير سي دون فيولونس كي تزيد تحكيها بالداريجه وي سي سا اون فيولونس لو كان نقولوا بالدارجه تيريبل اللايف يطفى لو كان نقولوها يطفى يشعل النار تشعل النار في اللايف وي انا حبيت نزيد نقول لكم الى سي فو مي بيرميتي وي بيان سور الكاريتا باسكو انا دوكا راني عايشه في فرنسا الكاريتا هنايا ان فرانس لاندوكترينمون دي زانفون de la communauté musulmane et je mesure ce que je dis et je dis toujours en mon âme et conscience معناتها ça m'appartient j'en suis entièrement responsable de ce que je dis un خدمت في l'action sociale pendant des années j'ai fait de la médiation j'aime bien les enfants parce que j'ai un passé d'enseignante Et je faisais des ateliers. On dit l'homme, la frise de l'évolution humaine. Les enfants refusaient l'ère du dinosaure. Tout ce qui est avant l'islam, ils sont aveuglés, ils ne l'acceptent pas. Ouais. Ce sont des gamins de CM1, CM2. معناتها عندهم 8 سنين, 9 سنين. Oui. C'est pour vous dire la schizophrénie les rahit sarafiras hom ces petits enfants et quand ils ferment les yeux qui tfahmouhom ala al hadara li sarat qabl al islam ou li kant qabl al islam et ils vous disent clairement c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'éducation en France parce que les enfants ils se lèvent avec arrogance parce qu'on leur a toujours dit que le musulman huwa ahsan al umma wa antum akhir minhom gamel il se lève en classe et il va contredire le prof et lui dire non tout ça c'est khurafat c'est-à-dire les parents à la maison huma li rabbiou fi hada tarbiya dinia al'ajiba l'ouladhom li konna sghar lo kan jat les parents ma'lina
En général, les parents, ils ne sont pas arabophones, puisqu'ils sont nés ici, les parents, ils ont 40, 45 ans, 30 ans. Ouais. El Kerita, c'est que les enfants, ils bâtoum, ils qaraou l'arabiya. Madaris al-Qur'aniya, les écoles privées. Ouais. Sous prétexte qu'ils vont apprendre l'arabe, la langue de leur parents. Et moi, j'ai souvent levé ce problème. Mais... Alors, j'ai fait un documentaire, madame, j'ai fait un documentaire en France. جبدوا على هذا السوجي لو دوكيمونتير راهو في يوتيوب يهضروا على لي زيكول بريفي نتاع الاولاد لي ميزيلمون لو بروغرام سكولير اللي تمدوا الدوله الفرنسيه لهذ لي زيكول بريفي يقعدوا عليه ما يحترموش اللي يقريو في هذه المدارس اللي فيها بولحيه والمرشدات الدينيه وكاع يقريو فيهم معناتها بالتخبيه على سو دو ليتا يقريوا فيهم في الدين والجهاد وعذاب القبر مام سمحوا لي هذا لو فينومين انا جابيت اون اسبان صافي 32 ans que je suis en Espagne c'est le même phénomène qui se passe en Espagne le même phénomène هذا المدارس l'autre fois j'ai vu سمحوا لي j'ai vu une vidéo la ville là où j'habite en Espagne une vidéo تاع des enfants تاع des musulmans à l'âge de 7 ans, بالحجاب, où ils apprennent leur surat al-Tawba. Ils apprennent leur, 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 ils apprennent parce que les parents musulmans, même ici en Zaïre, il y a des enfants de Houma, ils viennent de l'étranger, ils vont au Canada, ils vont à l'Europe, ils vont à l'Amérique, et après qu'ils viennent de vacances, ils me disent que c'est un seul, ils disent qu'ils viennent de l'enfant, et ils disent qu'ils viennent de l'enfant, qu'est-ce qu'il y a? Non, ils disent qu'ils viennent de l'enfant, ils trappent les hic, وما يخرجوش مسلمين كيما حنايا وراني خايف على ولادي وراني خايف على ولادي دونك لي بارون هاللي يروحوا ليك يقريو ولادهم لا ريليجيون ويدخلوهم المدارس القرانيه والمساجد دون مانيير انتونس بور بريزيرفي هذيك ليدوكاسيون مسلمان يخافوا على ولادهم لا المدرسه الفرنسيه تاثر عليهم وتقري لهم لا ليبرتي وتقري لهم la diversité ou تقري لهم يعني الامور universelle donc les parents ملي يوصلوا ثم هما طايحين على ولادهم يقريو لهم في العقليه الدينيه الاسلاميه الغبيه غريبه الاطوار العنيفه يقريوها لهم ميم لي فرونسي ولا لي زيترونجي ميم لي بروفيسور في لي زيكول ils vont remarquer ça بلي ولاد لي مسلمون ils sont pas normal Je vais rajouter quelque chose. Ouais. Il y avait deux points. Moi, quand j'ai parlé de l'apprentissage de l'arabe, le kérita, c'est que l'éducation nationale, c'est-à-dire l'État, donne et ouvre des classes pour les enfants qui ne peuvent pas aller dans des écoles privées. Hadi, ce sont des accords avec les consulats algériens, tunisiens, marocains. C'est-à-dire que les samedis matin, les écoles sont fermées, ou là les vendredis après l'école, l'éducation nationale met à disposition des consulats l'ouverture des classes pour les communautés étrangères. Vous le dites, quand on a 7 ans, quand on habite l'arabie, des fois on parlait comme ça, il a un vocabulaire très très faible. Et Jenny a 7 ans, parce qu'on est parti deux ou trois fois en Algérie, et Taqad, parce qu'il voulait vraiment parler en arabe avec ses cousins. Ouais. Jenny, il a dit, maman, ça y est. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je me suis inscrit au cours d'arabe. Comment? Il dit, mais qu'est-ce qu'on t'a posé comme question? Ouais. il était très, très ouvert et très intelligent. Et ça l'intéressait d'apprendre l'arabe. De quelle nationalité vous êtes? Et il a vu que ceux qui ont levé la main, nous avons une forte communauté tunisienne. Je suis Tunis.
Donc, et puis bon, il n'est pas allé parce que head l'instituteur Lidja, entre parenthèses, can you drop home? Il y a eu des plaintes parce que can you dire qui me fait le bled? You drop dreary bla règle. Il y a tellement de petites tapes à Hedek. Ou Naya, c'est interdit, strictement interdit. Donc, c'était une parenthèse par rapport à l'école de la République. Moi, je trouve que c'est terrible, c'est-à-dire que quand même le gouvernement français, il ferme les yeux. Il dit, le ch'tetrate, comme ma binetkom, d'chlounesh hnaya. Aïe, ma binetkom. Parce qu'on m'a mal à balom, je me les animosités, les dirhoms, les musulmans, ma oulada. Si, mais on ferme les yeux. Moi, j'en veux beaucoup à la France, parce que j'ai eu des confidences de jeunes filles qui venaient me raconter ce qui se passait à la maison. C'était des gamines de 14-15 ans, hein. J'ai eu une expérience, j'ai eu une mission en 2018 dans un quartier dit défavorisé, d'où sont sortis quand même des avocats et des juges dans des familles analphabètes. Hein. Bon, ça c'est un autre débat. Et les jeunes filles venaient me raconter ce qui se passait à la maison. C'est-à-dire, elles tombaient dans une espèce de schizophrénie. Faddar dir kima yqoulouha. Ou Fulbarra, avec ses copines, ses camarades, elle rentre dans le moule. Parce que les enfants, ils ont besoin d'appartenir à un groupe et de faire comme le groupe. Ouais. Et vraiment, elles m'ont raconté des détresses. Et même les garçons, hein, il faut pas croire, hein, les garçons aussi sont très, très malmenés. Parce qu'encore pire que les filles, on leur dit « N'tarajil, mais les imstishki, mais les imtibki ». C'est terrible. Moi, je trouve que, en tous les cas, parce que Naïcha fait France, je trouve que la France a failli à son devoir de protéger ses enfants aussi, et que par défaut, ils ne trouvent pas, et ben, ils vont se retourner dans cette communauté et devenir des enfants dangereux, hein, schizophrènes. Hein. Voilà. Madame, vous avez fait l'extrême droite, qui est là. Moi, je ne crois pas trop à leur programme. Parce qu'il y a des lois qui ont déjà été votées. Même Idji, le dernier des humanistes, il sera obligé d'appliquer les lois qui sont déjà derrière et qui doivent être appliquées. Donc moi, l'extrême droite, ou la gauche, ou la head of guerre, c'est du pipi de chat pour moi. Ils ne peuvent pas changer les lois. Absolument pas. Non. Il y a les lois, elles sont votées pour 5 ou 7 ans, je crois. Donc, ça veut dire quand il y a des nouveaux gouvernements qui arrivent, ils sont dans l'obligation d'appliquer ou de finir ce qui a été déjà commencé. Donc, le khorafet, les binationaux, je sais pas quoi, les mihirou. Moi, je suis binational. Eh ben, je ne peux pas choisir parce que déjà l'Algérie, ils vont me dire t'mouti algérienne parce que le code pénal ne peut pas m'enlever cette nationalité à la vie, à la mort. Et du côté français, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, finalement, vous ne connaissez pas les lois, vous ne connaissez pas le code pénal. Après, qu'est-ce que je peux dire? Elle est belle que l'extrême droite a toujours joué le petit chiffon qui m'a fait Zahir. Belle que le fils ou là nous qu'adouh naya fil gouvernement. Attention, les islamistes ou là naya. C'est comme on dit, il faut choisir entre la peste et la choléra. Donc entre les deux, moi je ne choisis personne. Peu importe, ma voix, elle va être perdue, mais en mon âme et conscience, hadou les politiques guerres ou starifi français, c'est à cause de 40 ans de kérita. Kérita à tous les niveaux. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, monsieur. Oui, bien sûr, avec ça. Parce qu'on a un manich aïe, c'est vrai, on te bat les infos, on te bat chouïa. Mais la France a failli en son rôle et Dieu sait que j'aime ce pays. Et je le dis. M'a laissé tomber. Moi, j'ai été menacée deux fois. Les gens sont venus avec des couteaux. Il n'y a pas de troisième fois, ma fille. L'harba. Et mon projet, moi, monsieur, c'était de rester dans mon pays. J'étais professeur. J'étais le plus jeune professeur de langue française de ma circonscription. Ouais. Voilà. Ouais. Et qui dit, ouais, dit,
analphabète ou il dit qu'il y a deltek. Ouais. Qu'est-ce qui reste? يا اختي واش نقول لك نتشرفوا بك مرحبا بك في قول كل شيء وفي اي لحظه تشرف فينا تجي تعلمينا si je peux vous apporter un petit regard sur mon vécu ouais. Je le ferai avec grand plaisir et qu'on échange comme ça pour que vous compreniez aussi que en France il y a des enjeux qu'on ne connaît pas très bien ouais. Moi de mon avis hein, je pense qu'il y a un programme mondial de tous les pays d'Europe ouais. Parce que quand on voit le nombre de haraga, de clandestins qui viennent, on se dit c'est pas possible. Il y a un programme. Il y a un programme de main d'œuvre à bas prix. Ouais. Ça, il faut qu'on le comprenne. Exact. Non, ça, هذا شيء باين. باين باللي, ouais. يحوسوا على main d'œuvre, يحوسوا على des jeunes واجدين, mais ils surfent عليهم والو, directement يجيهم. Ils sont baraqués, ils sont choisis, ils font tous de la culture physique. Ils sont ouais. tous. Un mètre de large, non c'est petit, allez on va dire 1m50 de large sur ouais. 2 mètres de long, il y a beaucoup de subsahariens qui ont envahi la France, ouais. Et il y a une espèce de manipulation quand même de ces populations, parce qu'on a une chauve bzef l'harraga, il dit srar, de plus en plus jeune, 14 ouais. ans. Ouais. C'est-à-dire c'est de la main d'œuvre, c'est de la main d'œuvre toute prête. À bas prix. À bas prix, et voilà, il utilise. Il y a un trafic, et je vais finir, il y a un trafic dans les entreprises d'agents de sécurité, et ce que je dis, j'ai des preuves. J'ai ouais. des preuves. C'est-à-dire que vous avez une entreprise d'agents de sécurité, l'idéal SS, dans les grandes surfaces, dans les villas, machin. Encore ouais. que dans les villas, il faut avoir un certain diplôme pour être garde du corps. Mais ouais. dans les bas étages, donc les garages, les petits supermarchés, on dit que les gorilles, les second. Ben Tahdermaï, il ne sait pas parler en français. Ouais. Alors que pour avoir la carte d'habilitation niveau 1, les prérequis, c'est savoir lire et parler en français. Ouais. Et quand tu lui demandes qui est son patron, il est incapable de te dire pour quelle entreprise il travaille. Alors, ouais. il est noyé. La sous-traitance de la sous-traitance de la sous-traitance. Ouais. Voilà. Et tout le monde est complice et on ferme les yeux parce que c'est pas cher, parce que c'est pas déclaré et tout le reste. Voilà. Et exploitable, oui. Et oui, 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 coréam, coréam. Un shift home, shali hkmohom la paf. Moi, je suis interprète en langue arabe, ndir derija. Oui. Où je les assiste, les clandestins. Des fois, ouais. la paf, hkmohom, la police aux airs et aux frontières. J'ai beaucoup de dire la traduction. Et il y a souvent des policiers, ils rédoux, ils disent, chantier. Toute la semaine, vous avez travaillé de 8h à 18h, monsieur. Ça vous fait tant d'heures. Même au black. Parce que vous m'avez des statistiques, ils sont payés 5 euros de l'heure. شكون يديرها هذه؟ يا اون برانسيب شحال يخلص في الساعة؟ Il est payé minimum 12 euros de l'heure, minimum. هذا لو سميك اورير. وي. او طلع دركا. Je crois qu'il est à 16, 15 ou 16 euros. Et vous lui donnez 5 euros de l'heure. ويقول له في جيبك سي دو نت ما دير. Et toute sa vie, et pendant 5-6 ans, يحرطوا عليهم. Et souvent, ce sont des maghrébins qui exploitent des maghrébins. Ce sont des musulmans qui exploitent des musulmans. Voilà, ouais. je le dis clair et net. Il faut l'attraper avec le chef d'entreprise parce que c'est des sous-traitants. Ouais. Et les amendes, ouais. elles sont très très élevées. Ouais. Et on l'a sous les radars. Après, ce qu'ils peuvent faire ici, c'est annuler ou comment dire fermer l'entreprise ou ihlab ism jdid. Ihlou wahed okhra. Eh, ça veut dire que l'infraction qu'il a commis, elle n'apparaît plus sur la nouvelle entreprise. Ouais.
Voilà, c'est des choses. Moi, je connais beaucoup les rouages et de tout ça. C'est des clandestins. Oui, mais c'est des clandestins. Non, mais les entreprises, les chefs d'entreprise. Non, mais dans le cas des entreprises, c'est des clandestins, c'est du clandestin. Non, je dirais pas ça parce qu'ils déclarent quand même une partie et ils doivent avoir un nom d'entreprise de toutes les manières. Oui. C'est-à-dire c'est du clandestinat officiel. Oui, voilà. Moi je dirais que c'est des escrocs, hein. C'est des escrocs. Exactement. Ils devraient être doublement punis parce qu'ils sont dans l'esclavagisme quand même. Oui. Et je répète, en général, on a un chauffeur, mais on a des quartiers. يروحوا الصباح هذوك لي سان بابي يقعدوا مساكن بلا قامل عندهم شكاير بالماكله والماء ويستناو يجيو لي فواتور يخيروهم اللي فون ترافايي لا جورني سي ان فيريتابل ريزو سي ان تري تري غرو ترافيك دونك موا جو دي توجور كو لي زيتا سون كومبليس دو سو دو تو سكي سباس اي هادو لي كلاندو بور موا سو سون دي ضحية. Ce sont, entre autres, des victimes qui finissent souvent dans la drogue et, ou dans la prostitution. Il ne faut pas oublier qu'il y a un véritable fléau ici en France. Moi, je parle de ce que je sais, hein, de prostitution, aussi bien des hommes que des femmes, hein, ou des enfants que des... Voilà, et aussi les enfants. Hein. Voilà, je suis un peu sortie du sujet. Je vous remercie de votre attention. الله يسلمك ميرسي عليك تيا مدام سمحيني اون مينيت برك شكون معنا شكون عبدو السلام عليكم سامحوني طلعت وعليك السلام بصح كاين واحد قبلك عبدو اسمح لي تفضل اسمح لي كاين واحد قبلك راهو يسالنا من بعد نعطيوك الكلمه اسمح لي وي اسمح لي معليش رامي كاش ماك حاب تقول يا رامي سي عبدو معليش خليه يهضر واش كان عندي نوتر سوجي مع على السوجي تاع العمري هذاك معليش خليه يتم لو ميم سوجي مع المدام اوكي وي تفضل انا طلعت حبيت ريبوندي للمدام ومن بعد كي قالت مع الاخر قالت لي زيتا سون كومبليس سي بون عرفت بلي فاهمه كلش باسكو هادم لا مان دوفر باشار راهي في صالح ليكونومي فرونسيز وكل شافتها مش في مصلحتها ما تقبلهاش اصلا يعني قادره في نهار تقفل الشونتيات كل مي سا ارانج ليكونومي فرونسيز Ou d'un côté, ça arrange les sans-papiers aussi. Parce qu'un sans-papier qui travaille 5 heures ou 6 euros l'heure, خير من ما يخدمش خلاص. Tant qu'il n'a pas les papiers. يسرق ولا يروحش ما يدير, oui. Il y a quelque chose. Déjà, c'est vrai, c'est difficile, ben, il y a, mais quand même, il y a que des riches, il y a qu'on y sera bien. Mieux que rien. Parce que مسكين جاي من العالم الثالث جاي هارب كي تعطي له 5 يورو هذيك 5 يورو تبان له بزاف باسكو لا كونسوماسيون تاعو لي ليميتي ياكل ليها ويشرب ويرقد برك هذا ما كان اون بليس ينا با لو شوا ينا با لو شوا اون بليس جو في فير اون فراز فينال اي لي ماجيسترا كي يطلعوا هادو يطلعوهم قدام البروكيور ولا جوج لي ماجيسترا سون تري كليمون avec les clandestins liés Khedmo. Ouais. Parce qu'ils évitent, entre guillemets, la délinquance. Avec ta sreqa ou le qtila ou le... Exactement. Moi, j'ai vu des magistrats qui les remercient de travailler dans des conditions très difficiles. Et souvent, je vous assure, hein, ils les encouragent à aller voir des associations pour les aider pour les papiers. Ouais. Voilà. Je coupe et je reste avec vous. Je vais faire ma popote. Merci, ok, madame. Merci beaucoup, madame. T'as fait rire le mic tac ou pas, madame. Oui, bien sûr. Il y a une phrase l'achra. Généralement, je suis venu en France, même les flics. Je suis allé loin et dérangé. Même à la belle en son papier et tout. ما يهضروش معاك شوفوك مروح باللبسه تاع الصبيغه وباين خدامه والله ما يهضروا معاك ما يكونتروليوك ما والو وي باسكو راك تنفع في روحك وراك تنفع في بلادهم شغل لك خاطيك تسرق ولا تقتل ولا دير تخرب ثم يجريو موراك وي يعطيك الصحه يعطيكم الصحه لاني نقعد نسمع تهلا في وقت مرحبا اهلا وسهلا يعطيك الصحه اهلا وسهلا اهلا وسهلا رامي واش راك حاب تقول لنا يا رامي داكور سيدي بدر كونسيرنو لو سوجي نتاع مسيو العمري هذا قبيلتك وي
la contradiction اللي طلع بها الاصيل لو بيرسون عرب ها شوف السي بدرو يسو كونتردي ولا ما على باليش انا يا اما راه ضد يتناقض مع نفسه او بيان موش فاهم الاصل نتاع المشكل اللي رانا فيه احنا نهضروا فيه احنا رانا نهضروا نحكيوا على هذا الشريعه الاسلاميه ما دخلوش فيها غير العرب برك هما العرب اللي جابوها العرب وي. اللي داروها سون لي زارب لي زارب هما كاينه فيهم ست دول نتاع الجزيره العربيه كاين اليمن عمان عمان السعوديه قطر البحرين الامارات الكويت ثاني نو نا الكويت تابعه للعراق الكويت فيها الشيعه جو كروا نا خاطئ الكويت نو هذا هو المحور نتاع العرب اللي جاب لنا الشريعه يقولوا لها شريعه اسلاميه هذه الشريعه الاسلاميه راحت دخلوا فيها كما دخلوا فينا احنا مثلا دخلوا على الناس كما شمال افريقيا هذو امازيغ السريان اشوريين الاقباط هذه الانواع هذو مثلا كما سوريا العراق تركيا هذو مش عرب هذو مش عرب هذو كلهم مش عرب العرب هما الجزيره العربيه فقط اذا كي نوليو نتبعوا احنا هذا الشريعه نتاع الاسلام هما كاين فرق ما بين عربي وما بين مسلم يقول لك احنا قال لك احنا انا راني عربي وندافع على الاسلام يا اخي انت ماكش عربي انت قول انا امازيغي راني ندافع على الاسلام هذه نستعرب به كي تقول هكذا بصح ما تقوليش انا عربي وندافع على الاسلام لانه الاسلام او ذوك يدافع عليه العربي اللي جابوه اللي خلقوه هو العربي والامازيغي والاشوري والقبطي والسرياني هذو كلهم يدافعوا على الشريعه الخبيثه هذه وي هذه كلهم يدافعوا على الاسلام هما كل ماهوش هما كل ما مش عرب وي هذو كل ماهوش عرب صدير هو يرمي لك الاسلام باش انت تطيح في حجره في العروبه تاعو في العروبه نتاعو وهما ذوك يخلط ما بين عرب واسلام اسلام شريعه والعرب ستين راس ستين لا راس احنا ماناش لا راس تاع العرب احنا اصلنا شمال افريقيا احنا امازيغ كانت عندنا بكري ملكات يحكمونا كانت الكاهنه كانوا ملكه قبل يجي هذا عقبه بن نافع فوق جحش وهز حديده فيدو ومشاو معاه الجماعه نتاع طارق بن زياد وداروا فينا الدير استعمرونا وخلاو فينا هذا الجهل نتاعهم هذه مش سيفيليزاسيون انا بور موا ستان جهل هي جهل تاع عروب نتاع جماعه من البدو جو من البدو بالجهل نتاعهم ونشروه في الاحياء هذه في شمال افريقيا في عند مصر عند سوريا عند العراق عند تركيا ونشروا هذا رامي وي كي نعاودوا نشوفوا لو بيزاج نتاع هذا العرب اللي تهضر عليهم نشوفوا لي زيطا تاعهم البلدان تاعهم يا خويا تكتشف باللي هما عندهم النظافه عندهم البنيان الجميل عندهم الرفاهيه عندهم لا فيردور في قلب الصحراء مديرين كاع لو نيسيسار للشعوب تاعهم عايشين في الخيرات عايشين في الخير يعني بلا ما ندير لك ان ديسان يعني تروح تشوف الامارات وتشوف قطر وتشوف السعوديه وتشوف يعني راهم لاباس بهم اقتصاديا واحتضنوا شوف السي بدرو واش بهم الامازيغ سامحني واش بهم الامازيغ والاشوريين والاقباط اللي هم المصريين والبابليين اللي هم العراقيين واش بهم هذ الشعوب هذوما نحطوا تحت راية هذا العرب حطموا بلدانهم حطموا شعوبهم بهذا الدين العجيب بينما العرب راهم من الناجحين انا عميه هما مديروها بالذمه ينجحوا
هما مديروها بالذمه باش ينجحوا السي بدرو. يسمى كسروا كاع الدول اللي يقولوا عليها عربيه، كسروها بالعربيه وبالاسلام، وراح وهما طلعوا هذيك قطر راح تشرات الرياضه في العالم باسره. من نهار قطر حكمت الرياضه ما وليناش نتفرجوا ماتش نورمال، لازمك تروح تجيب، لازمك تدخل الانترنت وتحوس على ستريمينغ، ولازمك تروح تفلاشي المودام تاعك وتخلص البالون ولا بالدراهم يا ربك. من هاللي دخلوا العرب القطريين حرمونا من ماتش نتفرجوه نورمال، واحتلوا العالم بالاعلام تاعهم وبهذا التكنولوجيا اللي احتضنوها وبهذا وداروا لي كازينو وداروا الملاهي الليليه وداروا لي كيفاش يسميوهم لي بيست نتاع لا كورس نتاع الفورمولا 1، وداروا لي بيست نتاع ركوب الخيل والقفز على الحواجز، وداروا يعني ينظموا في واحد الامور. قطر نظمت كاس العالم، كاس العالم معناتها العرب نجحوا. وي الامازيغ اللي رانا شادين لهم في الكعاله تاعهم نمدحوا فيهم ونقدسوا فيهم، وما رانا دايرين والو لا لبلادنا لا لولادنا لا لمستقبلنا لا ما درنا والو، لاتين في الاوهام تاع الاديان ونحلموا بالجنه. هما داروا جنه إيش في بلادهم وحنا قادرين نحلموا بالجنه الوهميه. شوف السي بدرو، دوك نلخص لك، انا نلخص لك في حاجه واقعيه هنا عايشه هنا عندنا، ونقيس لك عليها هذا الشريعه كيف مشيت. احنا عندنا هنا كما رانا عايشين في الجزائر، عندنا شعب كشعب كما رانا عايشين كشعب في البلاد هذه، وعندنا ناس يعيطونهم الجزانات هذوك اللي يشوفوا ضرب في الكارطة والسحارات والمشعوذين هذوك باه جو باه داروا هذا الفكره هذه. فكره شتون يدي فكره الدين فكره صوره الجن هي اللي حفزت هذا الناس باش يمارسوا هذه الممارسات. ها الفكره هذه اولا وقبل كل شيء منين جاب، منين بداو هما يرقيو من 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 الاسلام من القران، هذا اللي جابوا الاسلام. وي هذه باه تمنو انت، هذا باه يدي الامان نتاعك. وي ومن بعد يقلبها حرفه، وحرفه رابحه دوك لا بليبار نتاع القزانات هذو والمشعوذين دي ملياردير. وي اكشت هذاك كيفاش يسميوه تاع خنشله، هذاك اللي راح الخنشله خنشله كاع 200 الف الواحد في ساعتين راحت عنده ساعتين 400 مليون ولا ما عرف قداه. وي ما خسر عليها والو يقرا لهم. اذا هذه الشريعه في الاوبارلور، شكون ما يعرفش يقرا القران في الاوبارلور؟ دوكا سي بدرو، دوك هما هذا العرب هذو تاع الجزيره، هما داروا فكره في هذاك الوقت كانوا الزواليه في حاله لا يرثى لها في القرن السابع، داروا فكره كيما راهم داروها الجزانه دوك، كيما الجزانات كيما المشعوذين. قال لك بالعقل او نزل علينا وحي من عند الخالق. راك فاهم؟ وخليونا احنا نعلموكم في هذا الوحي هذا اللي جانا. وبداو ينتشروا. على واش انتشروا؟ انتشروا الا على الدول الغافله، الدول اللي ما تخدمش عقولها. ما تقراش، وي اكزاكتو. ما تقراش. وي. داروا علينا احنا، داروا على الاقباط المصاروه والاشوريين ولهذوك اللي مسمينها مثل الفينيقيين اللبنانيين اللبنانيين اعطونا الشريعه هذه، بومبيو من عندنا لو ماكسيموم نتاع السياحه الدينيه نتاع كل 15 يوم تروح للعمره، العمره والحج وكبش العيد والحج نتاع تسلك 200 مليون ويبيع لك الماء
نتاع تصفيه المياه اللي من البحر صفيوها دخلوها البير زمزم دوكا ما يبيعوه فيه والماء نتاع زمزم بالبري واللي يتفلك فيه طالب تاعهم هذاك بدوبل بري ولا تريبل بري بويسك كاين المرقي وكاين العادي تسمى الماء الماء ب 10000 والماء بالبزاف ب 20000 بارك الله فيك سي بدر اذن هذه فكره بيجلب لك به يدير الربح السريع ليه وبالفعل نجحوا فيها دوك يديروا الربح السريع وداروا لي مليار وعادوا فرضوا رواحهم قدام الدول المتقدمه دوكا ولاو يتراجعوا بالنسبه ليهم هما بداو ينقصوا الاوهام اللي راهم يبيعونا فيها بداو ينقصوا الفتاوي ليهم هما بارابور لينا حنا بدلوا التربيه تاع اولادهم ويرهجوا بولادنا ويرهجوا دوك انا المشكل اللي راني شويه اللي قلت لك انا دائما مستعرب بك راك دير لي لايف هذا وانت وجماعتك بزاف كاين جماعه بزاف اللي راهم يديروا وينوروا في عقول الشعوب سيرتو الجزائريين هذا الشريعه اللي جابها لنا عقبه بن نافع وداروا بها التير في امهاتنا وابائنا جدادنا بكري جدادنا كتلوهم وامهاتنا اداوهم سبايا ليهم للجزيره العربيه داروا فيهم التير هذه الكذبه هذه اللي هما صوروا بها الملاير على حنا رانا لاصقين فيها ونسميو في رواحنا عرب باه نروحوا للجنة احنا ماناش عرب رامي باش نروحوا للجنة فوالا سي سا هو قاعد يبيع لك في الاوهام ويدي في الصحيح يدي في الصحيح هما داو الصحيح دوكا وي دا باسكو الحجاج اليوم عاشوراء اليوم الحجاج راهم صاموا ودركا مع المغرب يخرجوا يقضيوا ويصرفوا الملايير وكاع التجار نتاع مكة رايحين يدخلوا الدراهم اليوم وتزيد تجيب السعودية تزيد تجيب تمبورتي الكباش من الأسترالي يبيعوا لها الكباش ب 40 دولار ولا 50 دولار تجي هي تبيع الكبش ب 400 ولا 350 دولار للحاج وي نعم وتذبحه له في اماكن خاصه لازم يخلص 50 دولار ما يذبحوش سي بدرو لا كاين اماكن خاصه انت تروح تخلص برك تخلص 50 دولار او تسلك برك وتسلك حق الذبيحه ما يذبحوش هما لا ماشي انت اللي تذبح انت تروح تخلص هما ما يذبحوش شنو يديروا له يذبحوه ويسلخوه يعلقوه عندهم انت تركب في الطياره تولي لبلادك وهما يعاودوا يحكموا هذوك الكباش قال لك لازم الكباش هذوك يقعدوا يسربيو فيهم عام كومبلي على السكان تاع مكه نعم كاين دي فيديو في يوتيوب روحوا كتبوا توزيع الكباش على سكان مكه نعم يجي الكاميون فريغو يقاري يخرجوا هذوك اللي عندهم لي ريستورون وعندهم لي غارغوتي وكاع يروحوا يجروا ويبداو يرميو لهم في الكباش كبش كومبلي بالكبش كومبلي وي مسلوخ وكاع يرميوه له يرفد يحط في لامال انا شتابعيني في يوتيوب يرفد يحط في لامال يعمر 5 كباش 6 كباش يغلق عليهم بلامال ويديهم للريستورون تاعو باش يبدا يطيب في الماكله ويبيع معناتها عنده الحق الى ريزون معناتها بيان سور يبروفيت من عند الامازيغ يدي من عند الامازيغ ويدي من عند كاع شعوب العالم معناتها من عند سليانه ومن عند يدخل دراهم كبار باش هما يشريوا لي فيراري لولادهم نعم عجوزه تاعنا مولات 80 سنه تلم 80 مليون تروح تعطيها للسعوديه حياتها كامل ويتلم فيها حياتها كاع ويتلقط فيها باش تروح تعطيها للسعودي باش يشري الفيراري لوليده نعم وليدها ضايع يسنى في الفلوكه باش يهرب يروح لاسبانيا ولا باش يروح لفرنسا هنا ولا التجاره باينه واضحه الدوله الجزائريه اللي يدي الباك بامتياز تعطي له عمره وتزيد تبعث الدراهم تاع الشعب للسعوديه اللي يربح كاش حاجه ولا يديروا طومبولا تاع كاش برودوي ولا كاش حاجه عمره لشخصين
يبعثوا في الدراهم تاع الشعب للسعوديه. درك جوسكا كون لو سيتويان الجيريان يفهم الحكايه باللي يا ودي هي عباره على تجاره وسياحه دينيه تدخل الدراهم. هذا مكان راك ترمي في دراهمك، تروح تتعب روحك تجري وتعري روحك وتجري تلبس تلبس درا والعرق والفوحه نهار كامل وانت تجري في السخانه هذيك باش يعني ترضي ربك. هذا ربك هذا يا ما يرضي غير البيبرو، هذا ربك راكم جيحتوه الرب هذا يا، وراهم العرب علموا لكم الاسلام باش جيحوا لكم ربكم، والرب هذا ولا كيشغل كطفل صغير الطفل المدلل، لازمكم تروحوا تدوروا به وتعطيوا له الدراهم وتبنيوا له المساجد وتنوضوا له على الربعة تاع الصباح. الور كنتم عايشين في طبيعة قاسية، عايشين في حياة فيها الأمراض فيها الفيروسات، نورمالمون توجدوا رواحكم، توجدوا لي زوبيتو تاعكم لولادكم، توجدوا لنساكم وين يولدوا، تبنيوا لهم لي بوليكلينيك في القرى والمداشر باش ماشي المرأة تهبط من الدشرة حتى لا كابيتال باش تولد في الطريق في الطاكسي، توجدوا لولادكم الأدوية لي سونتر دو ريشيرش، ولادكم هذو اليوم يخرجوا من الجامعات نورمالمون ديروا لهم مراكز بحث باش يتعلموا يخدموا الدواء، يتعلموا ينتجوا، يتعلموا الفلاح نتاعنا لازم تقريوه وتعلموه تعطيوا له الارض، ولازمكم لازمكم تخدموا خاطر الرب تاعكم راهو عطاكم كوكب كومبلي فيه كاع الخيرات، كيف هذا يزيد يعطي لكم ويرزقكم واش يزيد يرزقكم؟ خلق لكم كوكب تسرع عمليه تبخر الماء اوتوماتيكيا، يطلع الماء كي يبرد يعاود يطيح ويسقي لكم يسقي لكم كل شيء. ها ثم خدموا برك وجدوا ولادكم باش يخدموا، ما تروحوش تمدوا دراهمكم لربكم تعطيوهم له في الحج، راكم بهدلتوا به رجعتوه اله ضعيف محتاج، لازمكم تصدقوا عليه وتعطيوا له الدراهم، واوليو تروحوا تخدموا على ولادكم تروحوا تسجدوا له 14 ركعه في رمضان في التراويح، الناس نهار كومبلي وهي صايمه تعبانه يزيد يحكمهم راجل الدين يدير لهم هذاك لو ماراطون هذاك 30 يوم وهما طالعين هابطين ويبكيهم ويزيد يدير لهم هذاك الدعاء ويعدوهم بليله القدر، ما شفنا ليله القدر لا ليله البعر ما شفنا والو، راهم كذبوا عليكم قرون وقرون. الى متى تعبد ربك في هدوء في المنزل انت ومرتك وولادك وترجع دارك يا سيدي مسجد؟ انا يا ما ديرونجينيش كي تكون تصلي في دارك، ما تزيدوش تسمعوا الخطابات تاع رجال الدين لانهم يبثون سموم الكراهيه بين المواطنين، ما تزيدوش تسمعوا الخطابات رجال الدين لانهم يعيدونكم وعود كاذبه خاطئه. او يقول لما ذكر وش يقول لهم عليكم بالصبر. ايه ان الله مع الصابرين. علاش 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 راني نهضر لكم في الهضره هذه؟ خاطر رجل الدين يوعد بزاف المسلمين باش يقاردي البوست تاعو باش يخدم وياكل ويجيب الكريدي من عند الجزار وباش يركب باطل في الطاكسي ونهار كامل هو يدعي للشعب وهما يعطيو له باطل، هذا هو المنصب اللي خاف عليه رجل الدين. هو واش راهو يدير؟ هو راهو يجازف بالاله، راهو يقحم في الاله بوعود كاذبه لم تحقق بعد، اذا هو يكذب في الاله، لان المؤمن مسكين على نيته يصدق رجل الدين بالوعود يقعد طول حياته هو ينفق على الاله ينفق عليه ينفق عليه ينفق عليه، ورجل الدين يكذب على المسلم ويقول له ان الله ينفق كيف يشاء، الور كو الله جام ينفق، لانه كلمه نفقه اني نبعث لك دراهم، هذه النفقه نبعث لك الدراهم الفلوس النقد الدرهم، هذه هي النفقه. الراجل نهار اللي طلق مرته ولا ينفق على اولاده، النفقه يبعث لهم الدراهم يشري لهم الكسوه يشري لهم الاكل، بصح الاله عمرنا ما شفناه ينفق على كش واحد، المطر ينزل من السماء لان الطبيعه نقولوا الاله خلقها اوتوماتيكيا، كاين دوره حياتيه كل شيء دور كل شيء دور الاف سنين ملايير السنين، لازم المسلم يفطن مع رجل الدين يقعد يعبد في ربه يحب ربه بصح ما ينساش وليده، وما يبقاش نهار كامل هو رايح جاي للجامع باسكو الجامع واش فيه ريحه الرجلين،
هذا واش فيه الجامع؟ جامي سرباو لكم الدراهم في الجامع، ينحيو لكم الدراهم في الجامع. الجامع هو الإدارة ومنصب عامل رجل الدين، ما تزيدوش تروحوا للجامع. اللي يحب يعبد ربه يعبده في 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 هدوء وفي سكوت، وما بينه وما بين ربه في الدار. وكي تخرج برا المجتمع ما تخرجش الإيمان تاعك معك. المجتمع يسيروه قوانين، كي تروح للإدارة ما تقرأ لهمش آية الكرسي، كي تروح للإدارة تدي معك وثائق باش تخرج الوثائق تاعك. كي تروح للبرلمان ولا كي تروح للدائرة ولا كي تروح للبلدية ولا كي تروح للبوستة تجبد الشاك، ما تجبدش صورة ياسين باش يعطوك الدراهم، تجبد الشاك تعمره، لازمك تتعلم تعمر الشاك تاعك، الصك البريدي. هذو هما الأمور اللي لازم تتعلمها يا أخي المواطن. لازمك تتعلم قوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ماشي قوانين الخلافة الإسلامية اللي عندها 1400 سنة. عيب عليك، أنت مواطن محترم، من المفروض تكرس السيادة الوطنية، ماشي تكرس الخلافة الإسلامية الوهمية اللي ما زادت فيك ولا شيء. وحالتك راهي حالة، ولادك راهم في حالة، وليزيتيديون تاوعك في الجامعات راهم في حالة، وبناتك مساكن لابسين هذيك اللبسة الكحلة وقاع ما تزوجوش لأن الجمال تاعهم راهو تحت هذيك العباية الكحلة. لأن الطفلة بكري كيفاش كانت تتزوج؟ تتزوج بالجمال تاعها، كان الطفل يشوفها يعشق فيها يتبعها يشوفها واش من دار دخلت، يجيب يماه وباباه يقول لهم جيبوا لي هذه الطفلة باسكو عجبتني. واش عجبوا فيها؟ الجمال. وكي يروح يخطب يهضر مع والديها، يشوف والديها، يحكي معها مع قدام والديها، ويقدر يعرف المستوى تاعها، يقدر يبطل باسكو ما لاقتش به، ويقدر يونجاجي ويتزوج. بناتنا راهم بارو غير علاش؟ لأنهم ليست جميلات، الجمال تاعهم خباوه لهم العرب الكذابين المسلمين، خباوه لهم تحت الحجاب والجلباب. الجمال ولا ما يبانش. بعد ولا يجي العربي السعودي المسلم يجي للجزائر يعطيه له ربع بنات، هيا هاك الحاج البركة تاعك انت سعودي، هيا نعطيوك ربع بنات متاوعنا ربع بألف راك، يسربيهم له كي الجواري باش هو يكمل دينه ويتزوج ربع نساء. وبنتنا الجزائرية ولات تروح كي الجارية، ولاو يبيعوها درك للسعودي. والجزائري وليدنا ولا ما يتزوجش باسكو ما تعجبوش اللي لابسه الجلباب، باسكو ما يقدرش يشوفها، مستحيل. كي تفوت قدامه تفوت عليه حاجة كحلة ما يقدرش يعرفها شابة ولا ماشي شابة. من حقه، هو مازالو صغير، مازالو يحلم، مازالو يحلم يعشق في وحدة جميلة. هذا هو الشباب، وقع فوتنا مرحلة الشباب ونعرفوا هذا الشيء. ولادنا ولاو يروحوا في الفلوكة باش يروحوا لأوروبا يشوفوا بنات الأصفر البلوندات، ورام يتزوجوا مع البلوندات في فرنسا وفي أوروبا. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ما ماشي بدروا، هما العرب في ذاتهم، العرب في ذاتهم لا جاو لشمال إفريقيا وعقبوا حتى للأندلس. لا لا، الهدف تاعهم لا عقبة بن نافع والجماعة، لا على بالك، لا ما راحوش لإفريقيا للسود الكحل هذو. إيه نورمالمون يهبطوا لبلال، لافامي تاع بلال المؤذن، نورمالمون يروحوا تما يديروا ينشروا ينشروا العقيدة نتاعهم. وي لافامي تاع بلال المؤذن تاع الرسول. إيه نورمالمون هما جاوا لهنا، هما جاوا لهنا لأنهم قصدوا الأماكن اللي فيها الجمال واللي فيها الأصفر. أغنموا بنات الأصفر. أها، وعقبوا حتى الأوروبيات في الإسبان، في الإسبان الأندلس. أوروزمون لي أوروبيان مع الدخلة مع زعكون. وي. مع الدخلة ما قدروا لهمش. وي. وي. شافوهم مش عباد، عاودوا رجعوهم رفولوهم. كي رفولوهم قعدوا لنا هنا. دوك الغريب في الامر يا سي بدرو، انا عربي كي يعود يدافع على على الكوميرس تاعو، على الريجيست كوميرس تاعو، على الفونت كوميرس تاعو، نعطيه الحق، ما تلوموش، نعطيه حق. هو دار فكره، الله يكثر طنوها باش يعيشوا الفايقين. ها هو دار فكره نتاع شريعه الهيه وصلحت له،
وصلحوا الثوق قدر يقدر يخدم بها يدير فيها بها ان فوند كوميرس يقدر يستعمر بها يستعمر بها العقول واليوم اليوم هو طلع بها بلاده طلع بها طلع بها قومه الاقتصاد تاعو استعار بهم استعار بهم المشكل 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 واحد كيما اللي طلع معاك قبيت لك العمري هذاك يدافع على اللي سبالو مو وجديه الاسكلاف تاعهم العبد تاعهم واش راح دير هما اللي صنعوه هكاك هما اللي يدافع يدافع على العرب اللي داولو امو وجديه وقتلوا له جدو وقتلوا له بويو بصح ما قراولوش التاريخ هذايا في المدرسه الجزائريه في المدرسه الجزائريه قريوها على الابطال اللي هما الصحابه والخلافه الاسلاميه المدرسه الجزائريه هي اللي تصنع في هذا العباد نوليو سي بدرو نوليو سي بدرو للصحابه نوليو كلمه بكلمه حاجه بحاجه نعت لي وين الصحابه اللي المبشرين بالجنه اللي ما قتلوش بعضهم وينها وين الصحابي اللي ما ماتش وين رجع صفوا بعضهم كاع هادو هما المبشرين بالجنه هادو موش جروب نتاع بانديه كون جاو دوك كون جاو في القانون نتاع دوك نتاع نتاع دوك اللي لازم نمشيو به موش يديهم موش يديهم يعاقبوهم وي انسان القاتل هذا القاتل واش والجزاء نتاعو يخي الحبس ولا الاعدام هما الصحابة المبشرين اللي راهم يقولوا هذو الصحابة مبشرين بالجنة هما أكل كتلوا بعضهم على السلطة وي أكل وي 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 بون هذا اللي بعثوا هذا اللي راه يقول باللي راني بعثني ربي بانك نكمل الأخلاق وي الأخلاق البشر يعني كي شغل البشر قبله كان ما عندهمش مكارم الأخلاق وي هذا بعثوا بيك يكمل مكارم الأخلاق وي يعطيوه زوج سبايا زوج عبيدات يعني ديزيسكلاف يعطيهم له نتاع مصر يروح يخليهم ديزيسكلاف ما يحررهمش وحده يقعد عايش معه هو وحده يمدها للكاتب تاعو الشعر تاعو حسان بن ناصر ويموت ويخليها حسان بن ثابت الانصاري ويموت ويموت ويخليها اسكلاف وي ويموت ويخليها اسكلاف صفيه يروح يغزو اهلها ويقتلهم ويدبرهم ويجيبها في الطريق قبل لا يولي للمدينه ديجا نصب الخيمه وعطاها الحس ما استناش العده تاعها مامبا مرت بنو اللي مربيه وي المشكل وين يدير هذا الافعال ويزيد يقول لك امرني ربي بايات قرانيه الى عاد هذا هو الرب اللي جيت انت نورمالمون تقول باللي جيت لتتمم مكارم الاخلاق هذوما الاخلاق اللي تم هذوما الاخلاق اللي تممتها هذو هما تاخذ خذيت المراه وما ما دارتش ما با العده تاعها وخذيت مرت وليدك هذو هما الاخلاق اللي جيت تكملهم انت ماكش والمشكله سي بدر المشكل وين يزيد 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 يكونفيرميهم بايات قرانيه يقول لهم موجه لي جبرائيل ربي راه معاك اسمع باللي ربي باللي الرب هذا راه حبيبه يسمى يدير له هو واش اللي حبه هو يعطيه له يدير له شهوته وي قاعد غير للقرقول تاعو وي وشوف سي بدر شوف تهز الشريعه كامل تاعو الشريعه كامله فيها الا مبنيه على القتال والنكاح والغزو وي وقصص بنو اسرائيل هذه هي الحكايه قصص هل اتاك حديث موسى وهل اتاك حديث قول لي يا سي بدر قول لي يا سي بدر كيعود الرب صح كيعود الرب صح اللي خالق الكون هذا انا نظن ما يرضاش باه يدير واحد عبده يدير يعطيه الاهليه باه يدير المناكر في 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 في, في خاوته يا ودي صافي هذاك الوقت على بالهم باللي
الملك يقدروا يتمردوا عليه الجيش تاعو والملوك يقتلوا في بعضهم بعض، وعرفوا باللي النبي هو الوحيد اللي هو الشيكور الكبير كاع اكثر من الملك. دونك النبوه كانوا يدعوا بها، ماشي غير محمد ادعى النبوه، كانوا يدعوا النبوه صباح وعشيه من بكري من قديم الزمان، لانه النبوه منصب اعلى منصب في المجتمع فوق الملك. يهضر باسم ربي عجبتهم باسكو فيها النساء وفيها الدراهم. يهضر باسم ربي، يهضر باسم ربي، يهضر ديريكت باسم الاله، والناس كانوا يامنوهم ويصدقوهم. الو هما كاع كذابين، كي ابراهيم، كي اسحاق، كي يعقوب، كي موسى، كي عيسى، كي محمد. ودي اوهام برك، هذو ما كانش من موسى، هذا ما كانش من اخر. اي بصح صابوا شعوب مهزومه، صابوا ناس اساطير برك سي بدرو، اساطير برك. المشكل ماشي في الاسطوره، المشكل في المستمعين الكرام. المستمعين كانوا ناس بدو، ناس اميين، يأمنوا بالسحر ويأمنوا بالخرافة ويأمنوا بالغولة. أمنوا بالغولة، يأمنوا بالغولة. قول برك، أحكي برك، ما كاش مشكل. البكر يأمنوا بها، البكر يأمنوا بها. إيه الذرك لحد اليوم يأمنوا ويصدقوا، والحاجة اللي تقولها له يصدقك. هذا نعم عمي، خير منها. أوكي رامي، هذيك هي.